السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في واحدة من أمسيات ملتقى الثلاثاء الثقافي الذي يحفل هذه الليلة بواحد من قادة الرأي وقادة الإدارة وقادة الفكر في بلدنا العزيز. قبل 8 سنوات، أي بنهاية العام 2008، طوى أبو منذر عبد الله صالح جمعة 40 سنة أمضاها في العمل بشركة أرامكو السعودية، كبرى شركات النفط في العالم، بينها 40 سنة رئيساً 14 سنة رئيساً للشركة وكبير إداريها التنفيذيين. ترك عبد الله جمعة في شركة أرامكو أثراً عميقاً ساهم في بلورة هويتها الجديدة التي تدمج بين الانضباط والموثوقية والمسؤولية الاجتماعية، كما ترك أثراً إنسانياً تمثل في العلاقة المتينة التي ربطت رئيس الشركة بموظفيه. وكانت حياته مفعمة بالطموح والتحدي والسباق مع الزمن لتحقيق النجاح، وهي دوماً مصدر إلهام وإثراء معرفي لا يتوقف. على الصعيد المهني، تحولت أرامكو السعودية تحت قيادته إلى شركة عالمية متكاملة في مجال أعمال الزيت والغاز، مؤكدة توجهها الاستراتيجي للمحافظة على مكانتها المتميزة كأكبر مصدر للطاقة في العالم. وعلى الصعيد الثقافي، وهذا ما يشدنا أكثر، عرف عن عبد الله جمعة أنه قارئ نهم وبمختلف اللغات، ومتذوق وحافظ للشعر مثل ما هو مطلع على المقامات، ومتذوق للموسيقى، ولديه اهتمام بالسيمفونيات، بل لديه القدرة أن يعقد مقارنة كما فعلها ذات أمسية بين قصائد عربية للحطيئة أو ما شابهها من فنون عالمية في الأوبرا، وأن يتحف مستمعيه عن ظهر قلب قصائد من قبيل عينية الصم بن الطفيل القشيري: بروحي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أطيب المصطاف والمتربعة، وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدع. إلى جانب ذلك، فهو شاعر يخفي الكثير من القصائد التي كتبها، ولا سيما الإخوانيات التي ساجل بها، وهو ذواق للشعر وذو حافظة رصينة للكثير من روائع القصائد العربية التي تعود لعصور مختلفة، وهو يجمع في حبه للشعر بين موزونه وحديثه وبين فصيحه ودارجه. وقد أتحف عبد الله جمعة جمهور الثقافة بأن قدم لهم عملا متقن الأداء يعيد إنتاج ملحمة جلجامش بروحها الشعرية ذات المضامين الآسرة، التي تجتهد الاقتراب من روح النص وعلو مضامينه، وتتجنب صرامة اللغة المسمارية التي خطت بها. وقد ولدت على يديه ملحمة جلجامش 5 ملوك أورك السومرية، التي أصبح أسطورة للقوة والجمال، وأسطورة أخرى لالتحام الجسد الإنساني بأرواح الآلهة التي عرفتها الحضارة السومرية قبل آلاف السنين. أيها الأخوة والأخوات، نتوقف قليلا مع كلمة راعي المنتدى المهندس جعفر الشايب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين وصحبه المنتجبين، والسلام عليكم جميعا أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. بداية، أرحب بكم جميعا وأشكر حضوركم البهي، وأتقدم باسمكم جميعا بالترحيب بسعادة الأستاذ عبد الله بن صالح بن جمعة على حضوره ومشاركته معنا في الندوة الافتتاحية للموسم 17 لمنتدى الثلاثاء الثقافي. ضيفنا هذه الليلة غني عن التعريف، فكل من عايشه أو التقاه أو سمع أو قرأ عنه يكن له كل التقدير والاحترام على ما منحه الله من محبة وصدق وإخلاص، وما قدمه ويقدمه من إنجازات كبيرة
ينبغي أن تكون نموذجاً يقتدى به لنا ولأبنائنا. وفي الحقيقة اقترحت على الأستاذ الأخ العزيز عبد الله جمعة في أحد لقاءاتنا العمل على تحويل تجربته في مجال القيادة إلى مادة تدريبية للقيادات الشابة في وطننا من خلال إقامة أكاديمية متخصصة في هذا المجال باسمه، ولعل هذا المقترح يجد له سبيلا للتحقق إن شاء الله. إخوتي وأخواتي الكرام، هذه هي الأمسية الأولى من الموسم 17 لمنتدى الثلاثاء الثقافي، بعد أن أنهينا 16 عاماً من إقامة الفعاليات الثقافية المتواصلة عبر استضافة قامات وشخصيات معروفة في مجالات مختلفة من داخل الوطن وخارجه. تناولوا العديد من المواضيع والقضايا الفكرية والحقوقية والاجتماعية والدينية وغيرها. فقد بلغت عدد الندوات التي أقامها المنتدى طوال 16 سنة الماضية 359 ندوة، شارك فيها 544 ضيفاً من الجنسين، وأقيمت على هامشها عشرات المعارض الفنية في مجالات الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والنحت والخط العربي، كما تم تكريم العديد من المؤسسات والشخصيات التي ساهمت في مجالات التنمية الاجتماعية المختلفة. منتداكم هذا أيها السيدات والسادة حاز على تكريم وزارة الثقافة والإعلام عام 2010 ميلادية في معرض الرياض الدولي للكتاب، وعلى جائزة شايو المقدمة من بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة لحقوق الإنسان عام 2015 نظير جهوده في بث ونشر الوعي الحقوقي في المجتمع. كما أقام المنتدى عدة شراكات مع مؤسسات ثقافية محلية وإقليمية بغرض تعزيز التواصل والعمل المشترك مع هذه المؤسسات. ويسعى المنتدى إلى أن يكون قريباً ومتواصلاً مع هموم أبناء المجتمع وقضاياهم من خلال رصده لأبرز القضايا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وطرحها والحوار حولها بصورة بناءة تهدف إلى المساهمة في أن تضيف رأياً نوعياً لمن يعنيهم الأمر من أجل تسليط الضوء عليها ومعالجتها والتوعية بها. كما يتبنى المنتدى اتجاهاً واضحاً في تعزيز التواصل بين النخب المثقفة داخل الوطن وكسر حواجز الانغلاق والتقوقع من خلال الاستضافات المتواصلة لشخصيات وطنية معروفة من مختلف المناطق، وتخصيص ندوات تعنى بالتعريف الثقافي والاجتماعي لمختلف مناطق الوطن ومكوناته الاجتماعية. أعزتي الحضور، هذه الإنجازات المتواصلة ما كانت لتتم إلا بجهود مضنية بذلها ولا يزال يبذلها فريق العمل بالمنتدى المكون من أعضاء اللجنة المنظمة وعلى رأسها الرئيس الحالي الأستاذ محمد المحسن، وكذلك الزملاء زكي البحارنة وعيسى العيد وهدى القصاب وعالية أبو شومي ورجاء أبو علي، وكذلك أعضاء الهيئة الاستشارية للمنتدى الأساتذة خليل الفزيع ومحمد محفوظ وميرزا الخويلدي وأحمد الملا ومحمد الخلفان، إضافة إلى بقية الزملاء من أصدقاء المنتدى. الشكر لكم أولاً وأخيراً أيها الحضور الكريم، فأنتم الداعم الرئيس للمنتدى بحضوركم ومساندتكم ومقترحاتكم ورعايتكم لفعالياته، وخاصة بعض الرعاة من رجال الأعمال الذين ساهموا في دعم هذه الفعاليات طوال السنوات الماضية. كما أشكر إدارة مجلس المرحوم الحاج سعيد المقابي وعلى رأسهم سماحة الشيخ حسن الصفار على استضافتهم لهذه الأمسية وتوفيرهم لجميع مستلزمات إقامتها. ولا يفوتني هنا أن أشيد بتوجيهات سعادة محافظ القطيف في تقديم التوجيه نحو بعض القضايا والمواضيع التي تحتاج إلى طرح ومعالجة، وآمل أن يفتح المجال أمام المنتديات الثقافية في المنطقة لتكون ساحة للحوار البناء
تمكنها من استضافة بعض المسؤولين عن القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين لغرض تفعيل الحوار وللتوعية بدور هذه القطاعات للمواطنين. أشكركم جميعا وأتمنى أن تتواصل هذه اللقاءات الثقافية الثرية، وأكرر شكري لكم ولضيفنا العزيز الأستاذ عبد الله جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقولون عنه أنه طموح، موهوب، مستمع، منضبط، حازم، قارئ، مثقف، لكنهم يضيفون ذلك دائما أنه إنساني وأنه ملهم ولديه القدرة على تحفيز من حوله للنجاح. أبا منذر، واهتزت اللغة التي تنفستها وردا وقطرتها ندى، بمقدار ما جئت الحضارة خادما، لديها أقامتك الحضارة سيدة، لمحناك في طول المنائر قامة، وفي عمقها وعيا، وفي وحيها هدى. جسم الصحيح. نستمع الآن إلى ضيفنا ومحدثنا الأستاذ عبد الله صالح جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين وصحابته أجمعين. حقيقة الليلة أنا أحب أتكلم هذا لقاء، و كنت أتمنى أن احنا قاعدين مع بعض في دائرة ونتحدث، وأن لا أعطي ظهري إلى الإخوة الموجودين في هذا المكان. الحديث كان يدور حول تحديات القيادة، مقومات القادة الناجحين، ربما أعود إلى الوراء قليلا وأذكر، عندما أتحدث عن أرامكو السعودية اليوم فسأتحدث عن أرامكو السعودية عندما كنت أعمل في أرامكو السعودية، فلم أعد أعمل هناك ولن أتحدث عن أرامكو السعودية اليوم. وعندما أذكر أرامكو السعودية فلأن أميرزا أخطأ وقال 40 سنة، هي الحقيقة 41 سنة. فكل تجربتي في الحياة هي ال41 سنة اللي في أرامكو. بس في 1991 تعرضت الشركة لحدث اليوم بعض علماء الفلسفة أو أحد علماء الفلسفة اللبنانيين الأمريكان أطلق عليه ما يسمى ب حالة البجع السوداء. البجع دائما أبيض. البجع السوداء هي الحالة اللي يشوف الواحد فيها شيء لم يخطط له، لم يتوقع، لم يخطر بباله. الحرب 1991، حرب تحرير الكويت الأولى، كانت تمثل بالنسبة لنا في أرامكو السعودية تحت قيادة أخي وزميلي معالي الأستاذ علي نعيمي، أنا نائب أعلى للرئيس للأعمال الدولية، كانت تمثل حالة من حالات ما يسمى بالبجعة السوداء، Black Swan Event يسمونها باللغة الإنجليزية. في ذلك الوقت الشركة تخطط عادة، المؤسسات تخطط إلى ما يتوقع، وتخطط أن تعالج ما يمكن أن يعالج بوسائلها. مثلا عندما نخطط لحوادث نخطط لا قدر الله سقوط طائرة، انفجار في أنبوب كبير، حريق
في أحد المعامل، لأن احنا جنب المطار كنا دائما نخطط إلى سقوط طائرة، ليست طائرتنا وإنما طائرة من المطار على مرافقنا أو على سكننا. يعني هذه الأشياء اللي كان تخطيط بالنسبة لي انسكابات البترول، كان تخطيطنا أكثر شيء، لأنه يكون عندنا 200,000 برميل في اليوم، 200,000 برميل حادثة تعطينا 200,000 برميل، فعندنا خططنا للوسائل والنظم حتى تعالج هذا الحجم من الحوادث، وبما في ذلك طبعا المستشفى واستعداداته والأمن واستعداداته وغير ذلك. لكن احنا توقف الانتاج البترول من الكويت والعراق، فالسوق كانت تطلب من أرامكو السعودية أن ترفع طاقتها الإنتاجية، وهذا شيء لتغطي البلدين، وفي نفس الوقت كنا احنا نحاول أن أو بطلب من الحكومة أن نرفع الإنتاج. احنا جانا مستعدين لمائتين ألف برميل انسكابات، جانا ما يقارب 4 مليون برميل انسكابات. احنا كنا نخطط لحوادث صغيرة، صواريخ سكود كانت تجينا من فوق، أشياء كثيرة كنا نخطط لها على مستوى يعني المعقول، إنما اللي جانا لم يكن معقول. والطامة الكبرى التي واجهتنا آنذاك هي أن الموظفين الأجانب كانوا يبغون يمشون، إحنا في الوقت اللي إحنا لازم نرفع فيه الإنتاج بطلب من الدولة قبل الحرب وثم لتغطية الكويت والعراق نحتاج إلى أيادي كثيرة، وكانوا يهربون مننا. الشركات الأمريكية كان عندها ناس فسحبت موظفينها من عندنا، اضطرينا إحنا من مراكز التدريب نجيب الشباب من مراكز التدريب ونخليهم يشتغلون ليل نهار حتى نحقق الأشياء اللي إحنا الأهداف اللي كنا إحنا نحاول. أنا بعطي هالتاريخ هذا لأني أنا باجي في النهاية بشيء بنتيجة الإيفنت هذه أو الحادثة هذه اللي لم نكن نتصورها، طلعنا منها طبعا بما في ذلك في ذلك الوقت. إذا تذكرون يمكن CNN لم تنتشر في العالم إلا بسبب حرب 91، كانوا عندنا هنا أمنبور وغير أمنبور، وكل التلفزيونات العالم كانت في مطار الظهران، وكانوا داخلين ليل نهار عندنا يتكلموا مع موظفينا. أنا كنت آنذاك مكلف من قبل أخي الأخ علي نعيمي آنذاك لأكون المتحدث الرسمي للشركة، ولم يكن عندنا متحدث رسمي أبداً إحنا للشركة. آنذاك كان عندي متحدث رسمي فتحدثت مع جميع التلفزيونات اللي كانت العالم اللي كانت موجودة عندنا في ذلك الوقت، وكان الحديث يدور عن أنتوا ليش ماسكين الموظفين، ليش ما تخلونهم يسافرون، ليش ما ودينا عائلات وسوينا أشياء كثيرة. اللي بقوله أنه إحنا طلعنا من هذه الحادثة وإحنا يعني نجاحنا كان باهر. لكن أنا ألقيت محاضرة كاملة في صندوق الأوبك من حوالي 4 أشهر وموجود الظاهر على اليوتيوب عن هذا الموضوع كله، يعني محاضرة كلها عن هذا الموضوع كله. لكن قلت نجحنا، لكن إيش الأشياء اللي ما نجحنا فيها أو اللي اكتشفناها؟ اللي اكتشفناها إنه موظفينا كانوا قادرين على إنهم يشغلوا معامل، يسوون اللي ما يستوي، بس كان عندنا حالة من القلق الشديد عند الموظفين، خوف ورعب
موظفين السعوديين موظفين الأجانب. إحنا طبعا ودينا معظم العائلات الأجانب، لكن ما زالوا في أجانب، في عندنا أطفال، في عندنا نساء، في عندنا موظفين سعوديين خايفين على عيالهم بالبيت، ففي حالة قلق شديدة. في ذلك الوقت وجدنا أن احنا جيدين في أن احنا نتعامل مع المعامل، بس لسنا جيدين في التعامل كيف نتعامل مع موظفينا، كيف نعطيهم الصورة اللي الإدارة تعطينا إياها، كيف نقدم لهم المعلومة، كيف نحاول أن احنا نخفف هذا الرعب. هذا كان رعب، أنا لما أقول خوف، رعب كان آنذاك. هذا أعطانا صورة أنه إحنا في عندنا شيء ناقص، وهو أنه التعامل مع، نتعامل مع الحديد ممتازين، بس تعاملنا مع البشر كان عندنا مشكلة فيه. الحقيقة بعد تسلمي لإدارة الشركة، ربما ركزت على هذا الموضوع، وهو ما نسميه بالمهارات الناعمة. المهارات الناعمة الحقيقة ما هي؟ احنا عندنا مهارات صلبة اللي هي التعليم الهندسي، القدرة على تحديات كثيرة، لكن تحدي أن احنا نتعامل مع البشر هذه كانت مشكلة. وأنا أعتقد أن احنا هذا الموضوع اللي احنا ركزنا عليه آنذاك، سميناها بالقضايا الناعمة. أعطيكم مثل، اللوحة الفنية اللي الآن تباع بالملايين في المزادات، من وين تستمد قيمتها؟ تستمد قيمتها من الإطار الذهبي أو اللي يحيطبها، أو القماش، أو نوع الفراشي المستعملة، أو التركيب الكيميائي للأصباغ أو شيء. لا، هي جاية من إبداع الفنان، من عقله، من تفكيره، من روحه، من قلقه، من فرحه، من خوفه. من معظم الفنانين اللي أنتجوا أعمال كبرى هم الحقيقة كان عندهم قلق داخلي. الفراشي والإطار هذه الشيء اللي نسميها إحنا المهارات الصلبة، إنما المهارة الناعمة هي التعامل مع البشر. لما جينا سوينا في أول استراتيجية لأرامكو السعودية متكاملة سنة 2002، اشتغلنا عليها فترة طويلة، بعدين أغلقنا على أنفسنا الأبواب 3 أيام في حقل الشيبة، لا تليفونات لا اتصالات، كنا نبغى نركز إيش نبغى نسوي بالنسبة لمستقبل الشركة. أول يومين درسنا فيهم إيش نبغى نسوي، إيش الأهداف في الوسائل، كل شيء. اليوم الثالث الحقيقة قضينا في حديث، هو استراتيجية زينة، كيف نستطيع أن إحنا نوصل إلى كل موظف اللي في المرجان واللي في الشيبة واللي في المستشفى، واللي كيف نستطيع نوصل لهم، how do we communicate للموظفين حتى يستطيعون أن هم يؤمنوا باللي احنا نبغاه ويعملوا من أجله. وكنت أنا دائما أحب عبد الله بن المقفع، واللي منكم ما قرأ كتاب الأدب الصغير والكبير، أنا أعتقد هناك هذا الكتاب الذي يغني عن مئات الكتب، بس عبد الله بن المقفع يقول الواصفون أكثر من العارفين، والعارفون أكثر من الفاعلين، بمعنى أن المنظرون كثر، ولا المنظرون يعتقدون أنهم يعلمون الحقيقة، العارفون
هناك ناس تعرف ماذا يجب أن يعمل، لكن يقول أقل منهم الناس اللي يستطيعون أن يعملوا شيئاً بما يعلمون. إحنا هذه النقطة الأخيرة اللي هي ما يسمى بالإكسكيوشن للاستراتيجي كانت تحتاج إلى شيء مهم جداً، وهو أنه كيف ننقل هذه اللي إحنا آمننا فيه كتيم كفريق مع بعض إلى جميع الموظفين. هذه كانت أصعب مهمة الحقيقة، وهي وهذه ليش؟ هذه علاقة إنسانية، هذه اللي نسميها إحنا المهارة الناعمة. كيف نكون عندنا القدرة إن إحنا نجي ونقول لموظفينا إن إحنا تؤمن بما وضعناه وتفهم إحنا ماذا نريد حتى أنت تحقق في عملك. طبعا لحد ما طبعا أعتقد إن إحنا نجحنا، بس أنا بتكلم الآن على شنو القيادة، بعض مقومات، بعض المهارات الناعمة اللي تصنع قادة يستطيعون أن يعني يقبلون التحدي الذي تواجهه مؤسساتهم. كانت عندنا سكرتيرة في أرامكو اسمها بيتي لوب، كنت أنا لسه في الشركة صار لي حوالي 4 سنين، وكانت ولدها يجي بالصيف، أيام الصيف عيال الأمريكان يجون يشتغلون بالشركة، فكانت تطلب مني أنه تطلب من أنه الوالدة تطبخ لأكل سعودي، تبي يأكل أكل سعودي يعني غير الهمبرجر وكذي، يبغى يشوف أكل سعودي. المهم كانت الوالدة الله يرحمها تطبخ، أنا ما كنت متزوج أنا ذاك، وودي لها. بعدين قالت أنا أبغى والله عجب الأكل، وأنا أبغى يعني سوينا لها شبسة، سوينا لها يعني حتى ينم ومحمر مشوي سوينا لها يعني زين، يعني سوينا لها مشخول ما شنو. المهم فتبي الريسبي، فرحت حق الوالدة أقول لها طيب هي تبي الوصفة. طيب يما ايش كبر الجدر؟ قال مو بعود زين. اقول لها طيب يما ايش كثر ماي؟ قالت ها كذي زين ايش كثر عيش؟ ها تشيله ونص. تشيله الاول قوطي اناناس الاول قديم، هذا التشيله الاول تشيله العيش زين كم الملح هبابك زين. فهذه فالمهم انه سافرت ال شو يسمونها السكرتيره وهي تقول لي يو اومي ا ريسيبي زين، ما اعطيتها الريسيبي زين. يعني هنا المهاره الناعمه، مو كل واحد يدير المؤسسه، كل واحد يديرها بروحه. يعني انت تعطي 20 طباخ نفس الكميات الاكل بيعطونك 20 تيست وعشرين مذاق للأكل، يعني كل واحد يديرها، ما في شيء هو الصحيح، لكن يعني هناك في روح يجب أن تكون، كل واحد يكون له روحه. هذه هي الوسائل أو المهارات الناعمة اللي نتحدث عنها في الإدارة. أنا طولت عليكم شوي بس خليني أتكلم على بعضها. من الأشياء اللي أنا واجهتها وأرى أن احنا عملنا عليها ربما بجهد كبير، نجحنا لحد ما، هو أن قدرة القيادة أنه تصنع فريق يعني متوافق. مو هو أنا تعلمت من كرة القدم أنت ما تقدر تجيب 11 مهاجم وتفوز بالمباراة، تجيب 11 رونالدو حق اللي يحبون ريال مدريد وينجح ما ينجح زين، تجيب توفيق الجاسم 11 واحد مثله ما ينجح زين. أنا كنت ألعب حارس مرمى، أجيب 11 حارس مرمى مثلي ما ننجح زين. يعني في فريق يكون فريق متكامل، يعني القائد اللي يستطيع إنه يستشف كيف يقدر يصنع فريق يعني متوافق. حقيقة الحمد لله يعني إحنا في وقتي كان عندنا فريق ممتاز جدا. المهم جدا هو في هذا الفريق أن تكون هناك ثقة، يعني القيادة، قيادة المؤسسة يكون عندها ثقة في اللي في أولا ثقة في قدراتهم وثقة في شخصيتهم.
يعني ما يكونون مثلا ناس ينافسوني على كقائد على وارجع على عبد الله بن المقفع، عنده كلمه جميله جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع. يقول يعني اذا انت معك فريق يعني كقائد عسكري مثلا وعندك كتيبه انت ما تثق فيهم، انت ما تدري انت الحين المشكله جايتك من قدام ولا جايتك من ورا. فيقول انه وان يعني تقريبا 90% هذا كلامه بس ما هي من ذاكرتي، وانما واذا ما كنت انما تصول على عدوك بأناس لست منهم على ميثاق فإنما أنت فمثلك كراكب الأسد يهابه من يراه وهو من مركبه أهيب. فليجب أن يكون في ثقة في الفريق. الحقيقة القدرة على أن الواحد يعمل في بيئة متعددة الثقافات. اليوم إحنا ما إحنا شركة محلية، يعني كلكم أنتم تعملون ولستم في شركات محلية، عندكم أجانب من كل لون وجنس ودين ومذهب. فيجب أن يكون هناك القدرة أن الواحد يتفاعل مع هؤلاء البشر. في سمة الحقيقة بالنسبة للقيادة مهمة جدا، وهي سمة كبيرة جدا تشمل أمور عدة، أنا ربما أطلق عليها كموضوع عام، التواضع. التواضع هو مو بس التواضع أن الواحد والله ينزل راسه لما يمشي وزين وطيب وحليلة لا، التواضع أن الواحد في القيادة يعرف حدود معرفته، وأن فوق كل ذي علم عليم، وأن ممكن القدرة على أنه يعلم من الفريق حقه، يستمع إلى الفريق حقه بقدرة حتى يستطيع أن يكون رأي. اللي يجي الاجتماع مع فريقه ويبدأ يعطيهم خطبة ويقول لهم وين إحنا رايحين من أول الاجتماع، هذا تأكد أنه هو اللي بيطلعون برأيه هو مو رأي المجموعة. يعني واحدة من الأشياء اللي عملناها إحنا في الحقيقة في الوقت في الإدارة، وهي تعلمتها من يعني معلمنا الأكبر علي النعيمي، هو أنك أنت في الاجتماع كرئيس لا تتحدث ولا تبدي رأيك، استمع بقدر تستطيع. مهارة الاستماع هذه إحدى المهارات الناعمة. يعني الله أعطانا يعني أذنين وفم واحد، فالمفروض أن احنا نستمع مرتين أكثر مما نتكلم. هذه إحدى المهارات اللي هي من التواضع، الأخذ برأي الآخرين. أهمية أن الواحد يبدي لكل موظف أنه ترى هو مهم جدا في العملية كلها. واحدة من الأشياء اللي ربما أنا كنت يعني أعملها، ولما نروح وهذا شيء حقيقي، لما نروح إلى أي مرفق من المرافق وشوف الشباب الصغار ذول، إحنا نعرف أسعار البترول تتأثر باللي يسوونه أو ما يسوونه. أسعار البترول تتأثر إذا مثلا في مضخة في مصفاة في ما أدري في قلعة وادرين زي ما يقولون، تأثر في أسعار البترول، وهذه عملها تلاقيه واحد موظف صغير جدا. زين، فاحنا نقول لهم انهم يعني نعطيهم الثقة، يعني الموظف الصغير يجب ان يعرف يكون عنده ثقة انه هو مهم في هالمنظومة. ودائما احنا نقول لهم انت كموظف انت مثل هذه سلسلة، انت واحدة من الحلقات ذي، اذا ضعفت انت انقطع ما بيننا وما بين السوق. مش الإيحاء فقط، توضيح للموظفين أن كل واحد مهم، يعني ما في واحد موجود لأن بس إحنا ندفع له راتب وهو ما له شغل، لا، هو عنده مهرة زي ما يقولون، زين عنده شغل وشغله مهم، ما في واحد غير مهم
في المؤسسة، إذا أو إذا أعطينا هذا الشعور للموظف إنه نجاح الشركة أو المؤسسة مرتبط بي أنا ولو إني كنت موظف صغير، أنا أعتقد إنه إحنا عملنا شيء ممتاز. واحدة من إنه نعطي الحرية للموظف إنه يبدي رأي، يبدي شيء جديد، وهذا طبعا جزء من استراتيجيتنا حقت 2002. إحنا عملنا ما سميناه بحملة الابتكار في نهاية 2002 أو منتصف 2002، وقلنا لكل موظف شوف إحنا ترى عندكم الحلول، أنت كموظف في محلك إيش تفتكر تستطيع أنت تصلح من العمل أو أنك تقدم فكرة تحسن العمل الشركة، سواء إما في السيفتي يعني في السلامة، أو في تزيد أرباحنا أو تقلل خسائرنا أو تقلل من الـ إن إحنا نعمل مشاريع، يعني ربما بمقترح صغير إحنا ما نسوي مشروع يمكن $10 مليون أو $20 مليون أو $100 مليون. الإعطاء الحرية الفكرية هذه، أنا في أول سنة عندما استلمت رئاسة الشركة وكنت في حلقة إدارية مع الموظفين، فسألني أحدهم وقال لي ما هو الإرث الذي تريد أن تتركه في الشركة بعد أن تتقاعد؟ فقلت أنا ذاك أنني أريد أن أكون الشخص الذي أخرج المارد من القمقم. قلت I want to be the one who let the genie out of the bottle، بمعنى أن إحنا نعطي الموظفين القدرة أنهم يعطونا أفكارهم، يطلعوا بأفكارهم، يكون عندهم الحرية، يأخذوا درجة من المخاطرة، حتى يأخذوا درجة من المخاطرة. وصدقوني في 6 سنوات رصدنا إحنا عدد الأفكار اللي جابوها موظفيننا، مو الكبار ما جات منهم أفكار، جات من الصغار. 10,000 فكرة جديدة كل عام، 60,000 في 6 سنوات الأولى، كثير من هذه الأفكار طبقت، بعضها أخذت عليها براءات اختراع وبعضها صارت أعمال تجارية. طبعا ما بدخل في هذا الموضوع، موضوع هذا طويل مستقل بذاته، بس اللي بقول إن إحنا لما يكون الجو العام في الشركة يسمح لأي شخص في الشركة أن يبدي رأيه، يعني لا يخاف. وشجعنا حتى الإدارات وعلى مستويات الإدارية، يا جماعة استمعوا للي تحتكم، استمعوا لهم، ترى عندهم أفكار أنتوا ما عندكم. والحقيقة هذه كانت من الأشياء المهمة جدا. إحنا بعدين في موضوع آخر وهو عدم الاسترخاء. أنا كنت في مجلس إدارة لإحدى الشركات الأمريكية الكبرى، وجاء مدير السلامة وأعطانا سجل عن سجل الشركة في ذلك الوقت، بيرفكت، ممتاز، ما في شيء. فعجبتني كلمة الحقيقة رنت في إذني، ويقول إن لم تقع عندكم حوادث فلا تظنوا أن أنظمتكم سليمة 100%. والحقيقة في تاريخنا إحنا في داخل الشركة، أنا وجدت أن عندما استرخينا واطمأنينا أنه ما في مشاكل، وقعت عندنا المشاكل الكبيرة، ووقعت ليس مشاكل، وقعت كوارث. والاسترخاء هذا بتشوفونه في كرة القدم، يعني أنا كلاعب كرة قدم أشوف هذا الاسترخاء، أو يسمونه بالإنجليزي complacency، شوفونها أنتوا، شفتوها يمكن حتى مع الفريق الوطني عندنا، يلعبون كرة وفايزين بالمباراة في آخر لحظتين، وفي آخر لحظتين
يحتفلون الشباب، الحارس والدفاع يحتفلون بأن المباراة انتهت، فإذا بكرة تأتيهم من حيث لا يدرون وتنقلب النتيجة في آخر شيء. وهذه حدثت، يعني حدثت في فريقنا الوطني كما حدثت في مؤسسات كبرى في العالم. يمكن عامل كبير جدا أعتقد أنه مهم، وهو يعني التعلم من الأخطاء، التعلم من المشاكل. اللي ما يتعلم، يعني اللي يقع ولا يستطيع أن يقوم مرة أخرى، هذا ما يعتمد عليه. المهم ان احنا، ليس المهم ان احنا والله صار عندنا كارثه او صار عندنا خطا او صار عندنا مشكله معضله، السؤال هو كيف نستطيع ان نستفيد من هذا الشيء. واقول لكم وبكل صراحه، اليوم ارامكو السعوديه تعتبر يعني الويرلد ستاندرد في اداره المشاريع. وأصدقكم القول، وهذا مؤسف أنه يكون، لكن لو لم ندخل في مشكلة كبيرة في مشروع تطوير رأس النورة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن لنكون الويرلد ستاندرد في إدارة المشاريع. وأنا أحمل نفسي مسؤولية كبيرة في مشاكل رأس النورة بجانب المشاكل الفنية، لكن هناك مشاكل نفسية كبيرة جدا. احنا يعني انا وتحدثت كثيرا وتحملت المسؤولية عليها، لانه احنا كان في الوقت اللي نعمل فيه في رأس النورة كنا نعمل في مشروع الشيبة، وكان رئيس الشركة وفريق الشركة كل يومين واخذين الطيارة ورايحين إلى الشيبة، وصورنا مع موظفي الشيبة ومع نظم النصر الله يمسيه بالخير والتيم حقه، وإحنا تاركين جماعة رأس النورة ما حدا يسأل عليهم. فالحقيقة أنا أرى أن هناك بعد نفسي كبير جدا، يعني هذا اللي أتحدث عليه أنا، هالشيء الأشياء الناعمة الغير ممسوكة زين، هذه مهمة جدا في هذا الموضوع. كيف نتعلم من الأخطاء؟ إحنا كيف نعمل قرارات جيدة؟ كيف نعمل قرارات جيدة؟ الحقيقة أنا أعتقد أن القرارات الجيدة اللي إحنا نعملها ما هي إلا نتاج قرارات سيئة كنا اتخذناها قبل. أقول حق شيخ عبد الله من شوي، أقول له اللي تعض الحية يخاف من الحبل زين. فالواحد إذا صارت مشكلة المفروض أنه يتعلم منها، والمفروض أن نستفيد منها. فكثير صحيح من قراراتنا الجيدة هي أن احنا اتخذنا قرارات سيئة قبل وتعلمنا منها. إذا استطعت الشركة أو المؤسسة أنها تخلق في الموظفين أنه يا جماعة ترى السقوط ترى ممكن، بس هو كيف أن احنا نطلع من هذه الحالة. الاستشراف، قراءة يعني القيادة في المؤسسات تحتاج إلى أن تقرأ أشياء بعض الأوقات غير ملموسة، تقرأ رسائل قوية جدا لكن إما جاءتها بلغة الجسد أو جاءتها بتصرف. ونعطيكم قصة حدثت لنا في إيطاليا من في سنة 1900، كنت ما صرت رئيس الشركة أنا ذاك، كان الأخ علي نعيمي رئيس الشركة، ورحنا نفاوض شركة إيطالية على شراء نصف منشآت في التكرير والتوزيع في أوروبا. وقعدنا سنتين، قصة طويلة، رئيسهم قيل انه انتحر، يعني لقوا تشيس عليه في الـ هذه زي اللي يقولون اطلق على نفسه، انتحر ب10 رصاصات زين.
يعني هذا لقوا ميت، قصة طويلة، اللي كان يفاوضنا مات وجابوا واحد غيره. المهم في آخر اجتماع كنا في روما قاعدين في اجتماع، وكان رئيس الشركة الجديد قاعد قدامنا. أنا كان قاعد الأخ علي نعيمي وأنا على يميني، وكان الله يمسيه بالخير أخونا وحبيبنا سعد شعيفان كان على يميني، زميلكم، زميل كثير منكم سعد شعيفان. فالاجتماع صار ساعتين ثلاث أربع، وإحنا أخذ وعطى. بعد شوي رئيس مجلس إدارة الشركة وكبير إداريها التنفيذيين في الإيطالية قام من قدامنا ومشي على الشباك وطالع في الأفق، فإذا بسرب من الطيور في الفضاء، فوقف وقعد يعدهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. فالتفت علي الأخ علي نعيمي وقال لي بالإنجليزي The deal is dead، أن الصفقة ماتت. لم يقل لنا هذا الشخص شيء، لم يذكر لنا شيء عن الصفقة، خاطبنا بلغة هناك من سيفهمها ومن هناك من لن يفهمها. ضبضبنا أوراقنا ومشينا، وهذا آخر اجتماع. يعني هذا بتحدث عن أنه هناك أشياء الحقيقة يسمونها بالإنجليزي intuitive، يعني أشياء حدسية، والإدارة هي والقيادة هي شيء وأمور حدسية تختلف من شخص، مثل طبخة الوالدة والرسبي. وسلامتكم، أنا بأخذ الأسئلة بعدين من ميرزا. أنا خلصت. شكرا. هذا الإدارة الكبير أبو منذر. دعني أسأل سؤال يتعلق، أنت ذكرت الوالدة ووصفة المشخول، بس في أنتوا ما شاء الله كلكم موهوبين، أنت وإخوانك، وش الموضوع؟ مين ألهمك؟ يعني أنت تأثرت أكثر، الوالد كان ضرير صح؟ إذا تحدثت عن الوالدة الله يرحمها بأخذ الليل كله، بس الحقيقة ما في شك إنه الوالدة لها تأثير كبير على العائلة كلها. الوالدة كانت حافظة القرآن الكريم، وكانت مطوعة، عندها كتاب، وربما كانت من أوائل المدارس اللي في الخبر اللي فيها الأولاد وبنات كانوا يدرسون، وكنا احنا نجي من المدرسة ونعلم القراءة والكتابة في البيت للأولاد، والوالدة كانت تدرس. الوالدة لم تكن تحتمل إنه حد من أعيالها يقول أنا اليوم من برايح المدرسة، زين، هذه ما فيها. وهي دائما حتى قبل أن يتوفاها الله رحمها الله بسنوات قليلة، هي كانت نيفت على 95 يمكن، وربما قربت 100، كانت تقول واحد من جيراننا يقول إيش تتوقعي من عيالك، يعني بيروح يصير مذن على المسجد في المسجد؟ ما ولا يمكن يوصل للمذن في المسجد، زين. وكان عندها أخ تقول مقاول، بدأ مقاولات صغيرة، فيقول أنا والله لطيفة، هذا اسمها الله يرحمها، لطيفة تطق عيالها حتى يروحون المدارس، أنا عيالي ما أطقهم، إن شاء الله فلوس أبوهم بتكفيهم. فهي تقول كنت أنا أشعر أن في وقت سيأتي زمن التعليم سيكون مهم، فلذلك كانت من هذا النوع ملهمة. الأخ جبر رحمه الله كان يعني اهتم بالفلك وبالأنواء وكل شيء، ويقول إنه جاته هذه من الوالدة. إحنا نتساءل كيف تعلمتها، كيف عرفتها، كيف، ما ندري. لكن أنا اكتشفت شيء في حياتها الأخيرة، يعني قبل وفاتها ربما بأربع خمس سنوات كانت على السرير، لكن كنا نأتي ونتحدث إليها فتعطينا
شعر احنا ما كنا نسمعه يوم احنا صغار. كانت تقرأ شعر وتنشد القصائد وحافظة اشياء كثيرة احنا ما كنا نعرفها. منين جات ما اعرف. طبعا والدي كان كفيف، كان غواص، كان غواص، غواص اللؤلؤ. والدي كان رجل جزوع جدا لأنه فقد ابنه في الطبعة المشهورة، كان ولده معاه على يده وفقد ابن له من زواج قبل الوالدة. لكن الوالدة كمان عندها شيء مهم جدا، وهو أنه وجدت أنه الزمن تغير. أنا أعطيكم بس مثل صغير. عيال العيلة عندنا احنا كثير من المواهب، في الناس اللي يضرب عود واللي يضرب كمان واللي يضرب إيقاع واللي وفي فن في العائلة. فمرة سوينا اجتماع كبير جدا وجبنا بنات وعيال العائلة والخالات والعمات واجتمعنا في محل وبدأوا يغنون. فكانت الوالدة على الكرسي المتحرك تمسك الميكروفون ويطقون لها وتنشد أناشيد الأول وتغني بأعلى صوتها. إحدى قريباتها دكتورة تحمل شهادة الدكتورة، كانت قاعدة في حجرة وصك على نفسها لأنها تأثم أن تسمع الموسيقى. فالوالدة كانت تقول لقد جيء إلينا بدين جديد. فكانت قبل وقتها ربما، لكن كانوا كل نساء، كل نساءنا اللي في سنها ربما نفس الشيء ومن نفس الليبرالية يعني. امتداد لهذا السؤال أبو منذر، أيضا علاقتك بأولادك، يعني أيضا أبنائك متميزين. شوف أريد يعني أسأل، كيف يمكن أنت، كيف أمكنك أن تنقل التجربة إلى أبنائك، ثم إحنا كحضور كيف يمكن لهذه الأجيال أن تتواصل عبر تجاربها، عبر نقل الخبرات؟ والله شوف الحمد لله، يعني الأولاد كلهم، ولدين وبنتين كلهم يعني مهندسان ومهندسة واستشارية في الأمراض الجلدية، كلهم ناجحون الحمد لله. والدتهم كان لها تأثير كبير، والدتهم كانت مدرسة طبعا ومعلمة، فكانت اهتمت بهم ربما في السنين اللي أنا كنت فيها في سفر دائم يعني. فأعتقد الحمد لله يعني كلهم طلعوا من جامعات كبرى في العالم والحمد لله هم ناجحون. شيء المهم جدا، هم طبعا ثلاثة منهم في أرامكو، واحد منهم استقال من أرامكو بعد أن صار مهندسا، راح وصار الآن درس قانون في أمريكا. هم لا يحملون اسمي الأخير، يعني هم اسمهم في الأخير الدوسري، ما هو اسمهم، ما عندهم جمعة. وكثير من اللي حتى لما كانوا كنت أعمل في الشركة، الكثير قعدوا معاهم ربما سنين ولم يعرفوا أنهم أبنائي، وهم لا يعني لا يتحدثون عن ذلك لأنهم يريدون أن يثبتوا نفسهم، ويزعلون إذا أحد قال لهم إنه والله أنتوا صار لكم كذا لأن أبوكم فلان أو أبوكم فلان. في كل الظروف لم أعمل استثناء على الإطلاق. وأحب أقول لكم إنه لما عملنا إحنا مشروع إن إحنا نجيب البنات على مستوى كبير، وإن إحنا نأخذ 100 بنت كل سنة في سي بي سي عندنا البرنامج، في سنتها هذه كانت ابنتي الصغرى ياسمين، هي الآن تدرس الدكتوراه في الهندسة الكيميائية، كانت تخرجت من الجامعة. فقلت لها أن لا تدخل البرنامج حتى لا يقال أن هذا البرنامج عمل من أجلها. بالفعل وكانت متميزة تماما، ومع ذلك منعتها منعا باتا من أن تدخل السي بي سي. راحت الجامعة الأمريكية في بيروت،
ما حصلت اللي كانت تبغاه، راحت القاهرة ثم راحت الجامعة الأمريكية في بيروت، صارت الحرب، فرجعت إلى السي بي سي وراحت دخلت ماساتشوستس إنستيتيوت أوف تكنولوجي، راحت الإم آي تي. فيعني هي متميزة، بس اللي بقول إنه الأولاد لا يأخذوا اسم أبوهم أو مركز أبوهم ليستفيدوا من هذا الوضع، هم كلهم الحمد لله ناجحين بدون هذا الشيء. أنا أقول لهم يبغوني أوريهم أنا درجاتي في الثانوي وأنا أمنعهم، لأن فشيلة بصراحة. تقاعدت الآن وصرت ربما صار عندك وقت أوسع، كيف تقضي وقتك الآن بعد التقاعد؟ وشن هي إحنا كيف نستفيد وكيف يستفيد الناس وعندنا عدد كبير من المتقاعدين وهم طاقات حقيقة، طاقات فكرية وطاقات ذهنية وحركية، كيف يستفيدون من برنامجك؟ والله شيئين. أنا أول شيء أنت نهاية السؤال الأول كان عن الشباب، الحقيقة مهم جدا الثقافة بصراحة، الثقافة، القراءة، الاطلاع. ترى المدرسة ما هي إلا الخطوة الأولى في طريق الحياة، فمهم جدا أنهم يتثقفون، يقرؤون بنهم، ولا يقضوا وقتهم خصوصا هالأيام على الواتساب، كثير منه جيد والأكثر منه مضيع على الوقت. فيمكن أنا أحذركم من التكنولوجيا الحديثة، التكنولوجيا الحديثة لها يعني لها منافع كثيرة، لكن التكنولوجيا الحديثة بعد لها مساوئ كثيرة. ربما لما جاء الإيميل قبل اللي يجينا الواتساب وقبل المدري يسمون الانستغرام وقبل هالأشياء هذه، ربما آخر كتاب كتبته للإدارة العليا في الشركة أحذرهم من أنه الوقت اللي يروح في تبادل الإيميلات المضحكة والصور وما بين الموظفين، فالموظفين قاعدين بس قدام الكمبيوتر بس طول الوقت، يمكن نص وقتهم ضايع في هذا الموضوع. فيحذروا، التكنولوجيا ممتازة لكن احذروا من التكنولوجيا الحديثة ولا تأخذ وقتكم. هذا تعليق على بالنسبة للمتقاعدين. يعني والله ما أدري، يعني كل واحد ومزاجه. يعني أنا أعتقد أنه كثير من يعني شبابنا اللي تقاعدوا يعني قادهم قادرون على العطاء، في كثير منهم الآن في مجالس إدارة شركات، بعضهم يديرون شركات. أنا أعتقد أنه الواحد يجب أن يسعى، وإذا ما في يعني غلبت الروم ما حصل الواحد أنه مثلا لا مجالس إدارات، يعني العمل الخيري الحقيقة ممكن، أن الأعمال الخيرية نحتاج لها إحنا في البلد هذه. فإذا غلبت الروم، مو إذا غلبت الحقيقة، هذه هو مهم جدا، قد يكون هو الخيار الأول، لكن إذا هذا شيء يركز وقته فيه ويدور له شيء ثاني يخدم المجتمع فيه. يعني كل واحد ومزاجه الحقيقة. أبو منذر، أنت كنت حارس مرمى، أعتقد آخر مباراة جاب عليك سعيد غراب هدف، فأنهيت حياتك الرياضية بهدف اخترق، كم هدف بعدين دخل مرماك على الصعيد العملي؟ الله يمسيه بالخير سعيد غراب. صحيح، كنت أنا حارس منتخب المنطقة الشرقية ولعبنا أمام الملك فهد الله يرحمه، كان أيامها وزير داخلية، ولعبنا في الطائف. وأذكر أن الملك فهد أوقفني بعد المباراة وقال لي يا ابني، الحقيقة كان درس عظيم جدا، يا ابني أنتوا لعبتوا لعب ممتاز وأبليتوا بلاء حسنا، ولا تهتم، ترى اليوم هدف، اليوم أنتوا مغلوبين، ترى بكرة أنتوا غالبين. بعدها بكم سنة كنت أشوف تلفزيون، أنا أتذكر هذا الشيء، كنت أشوف تلفزيون سعودي وإذا بأشوف المباراة اللي إحنا لعبناها موجودة بأبيض وأسود، وجبتها من التلفزيون زين، وشفت إنه أنا جيت أمشي
والملك وقفني ووقفت عنده. فهذا الكلام صحيح، كان معنا خليل الزياني، إبراهيم المطرف، كان احتياط لي هلال طويرقي، شمروخ، غدرة من الاتفاق، مجموعة. الأهداف اللي جات فيني بعدين، الحقيقة سجلنا أهداف كثيرة ودخلت فينا أهداف كثيرة، يعني ما في شيء كامل، لكن الحمد لله إن الفريق حقنا خلال عملي أنا في الشركة، في قيادة الشركة، كانوا اللي تحدثت عنهم من شوي إنهم كانوا يعني عندهم القدرة إنهم إذا تعثروا أن يقوموا، كلاعبي كرة القدم، لاعب كرة القدم اللي طقه واحد في رجله ويطيح على الأرض ولا يقوم، هذا ما يصلح. بس الحمد لله كان عندنا مجموعة من اللاعبين الكبار الذين استفادوا من الأخطاء، استفادوا من أخطاء مثل ما نشوف المباريات السابقة ونشوف بالتلفزيون إيش صار فيها، كنا نعمل نفس النقد الذاتي ونقد ما عملنا ونستطيع أن نصلح. أهداف كثيرة سجلناها وأهداف كثيرة دخلت مرمانة، بس هذه هي الحياة. راح أخذ سؤالين فقط ثم راح أتوجه إلى الجمهور. إن أنت تحدثت عن المهارات الناعمة، ما هي نصيحتك بالنسبة لكيف تحقيق التوازن بين العوامل الناعمة والعوامل الصلبة في إدارة الأعمال؟ والله الاثنين مهمين، بس بصراحة كل ما ارتقى الواحد في السلم الإداري، يعني مثلا كرئيس للشركة أنا أول شيء لا أحمل شهادة في الهندسة، أنا يمكن ربما أول واحد لا يحمل شهادة في الهندسة يدير شركة أرامكو، لكن أنا في مكتبي ما أتكلم على القضايا الفنية أو قضايا المعامل. صحيح يكون عندنا معلومات ونتكلم مع الإخوان عنها، بس أنا عندي مجموعة من يعني الأسود، كل واحد في مركزه، فما أحتاج. كل معظم القضايا اللي تجي هي قضايا جايتنا من برا، يعني إحنا كشركة أو كمؤسسة، أنت مو بس أنت عندك العمل نفسه، لا، أنت عندك السماي ستيك هولدرز، الناس اللي تتأثر، الموظفين أول شيء، الموظفين لهم مشاكل كثيرة، لهم أمور كثيرة، لهم يجب أن ينتبه لها الإنسان. إحنا عندك أنت الملاك حقك، الشير هولدرز حقك، اللي هو إحنا الشير هولدر حق الحكومة، زين، فإحنا يجب أن يكون عندنا القدرة أن إحنا نتحدث وياهم. عندنا احنا شركاء في العالم، عندنا موردين، عندنا مقاولين، عندنا كل هالامور. هذه الامور اللي تقوم بها الإدارة العليا معظمها امور تتعلق بالمهارات الناعمة، كيف نستطيع ان نتحدث مع العالم، كيف نستطيع ان نعمل عقود، كيف نستطيع ان احنا نفاوض الصينيين ونفاوض الامريكان ونفاوض الكوريين يعني فليست فقط القدرة الفنية، القدرة الفنية نجيب لنا فريق فني، بس القدرة على التعامل مع الآخر، هذه الحقيقة شيء مهم جدا. وكل ما ارتفع الواحد في السلم الإداري كل ما خفت أهمية المهارات الصلبة وكثرت المهارات، الحاجة إلى المهارات الناعمة. عندي سؤال، أنا أحب هذا السؤال باستمرار، وكثير من الإخوان اللي عرفوا أني راح أكون معك في هذه الندوة قالوا أسأل هذا السؤال، بس أحد الأصدقاء وهو من محبيك قال طور السؤال إلى معنى آخر، الكل يسأل متى يكتب أبو منذر مذكراته، بس هذا الأخ قال شيء مختلف، قال متى يكتب مذكرات الخبر، مذكرات المدينة اللي عاش فيها، اللي سيرته هي انعكاس لسيرة تطور هذه المدينة.
ربما يعني كتابة مذكراتك هي تفتح أفق إلى أن نقرأ تاريخ المنطقة. والله هو ربما أول ما طلعت من التقاعد أول شيء بدأت أسجل الحقيقة قصص عن سمعتها أنا قبل أفول الذاكرة، صور من شارعنا القديم، وكتبت عن الناس الغير مهمين في المجتمع. الناس ما تنظر لهم، جيراننا وزين أو المهمشين، أحسنت، كنت أريد أن أستعمل هذه الكلمة ففاتتني، يعني الناس اللي يعني في ناس كثير، صور جميلة جدا يعني. وكتبت الحقيقة مجموعة كبيرة، بس تعرف الانشغالات الواحد، بس ربما هذه قبل أن أكتب تاريخ أرامكو الحقيقة بدأت أنا في نقل صورة عن شارعنا القديم في الخبر، الأشخاص زين منهم كانت في الخبر، والدي من أول 100 شخص هاجروا من قرية البديع في البحرين و أسسوا مدينة الخبر، وأنا ولدت في الخبر طبعاً، إيه طبعاً كانت في الخبر. بس إن شاء الله يجي هذا، لأنه هذا كتبت فيه كثير، كتبت فيه عن أشخاص كثير، فكتبت ليس فقط عن أهل الخبر، كتبت عن ناس من القطيف أو من منطقة القطيف اللي كانوا عندنا بالخبر، من 4 من 5 الدكاكين اللي أجرهم الوالد على ناس، 4 من 5 من هالقطيف زين، أصدقاء الوالد كانوا كثير من القطيف، ومن أعز أصدقاء الوالد الحقيقة كان ربما أعتقد عندما ذكرت اسمه أبو جعفر الله يرحمه، كان من سيهات، بس هذا كان المختن، كان يجي في الخبر، يجي في الخبر ويدور، لأن الأول يختنوا الأولاد وهم 6 سنين و7 سنين، فكان يأتي ويدور على البيوت في الخبر ويقصص ويرجع عندنا بالبيت يتغدى، يعني ضيف دائم عندنا بالخبر، صديق للوالد. كتبت عن أبو جعفر وكتبت عن أناس آخرون يعني. إن شاء الله إن شاء الله. أريد أخذ أسئلة من الإخوان الحضور، وعندي بس ملاحظتين طبعاً، والأخوات الحاضرات أنا ما عندي أي اتصال، فبلغوني أن في حاضرات يريدوا أيضاً يسألوا، قيل لي يريدوا أن يداخلوا، وأنا أفضل أسئلة وليست مداخلات. هذا واحد. اثنين، نحن أمام شخصية إدارية فكرية ثقافية لها تجربة، فأرجو أن توجه الأسئلة في هذا البحر العريض، وأن لا نختصر الأسئلة في الفترة أو في موضوع أرامكو. أنا أعرف أن البعض يريد يسأل عن أرامكو، فأسئلة يعني ذات حدث أو ذات قضية معينة أو قضايا معينة، أنا أستميحكم عذرا في أني أفضل نستفيد من فكر من رؤية أكثر من أحداث جارية. وبالتالي وأيضا الشيء الآخر، أنا راح أنحاز للشباب حينما أرى الأيدي مرفوعة، ف لا لا بالعكس، أنت من الشباب منصور. تفضل وعرف اسمك الكريم. اسمي محمد جعفر المسكين. الحقيقة كانت لي تجربة مع الأخ أبو مندر، تجربة ما هو بسيطة، على أثرها هذه المذكرات، ما أنه مثقف ويحب مثل هذه، فهذه أنت وصفت عبد الله بن المقفع وقلت صاحب النظريات والوصف والعمل، هذه واحد تجلت فيها هذه الأشياء بدون مدح، إنما أنا أشكرك لك موقف جدا مهم في هذه، لأن أنا بدأت كانت عندي تعلمت من أرامكو شيء الكثير، وهذا مهم جدا، وحاولت أن أخدم جهتين، المعلم والطبيب، لأن هذه يهم الموارد البشرية، طبيعي الموارد الطبيعية اشتغلنا عليها والحمد لله رب العالمين ما قصرنا، بس الموارد
خلاصتها الموارد البشرية اللي هي تهمني وتهم كل واحد فينا وتهم حتى الأجيال اللي هي المستقبلية. فهذا تقدمت على إدارة الصحة في ذيك الفترة عام 99 فلم تتجاوب معي. اتصلت بالمكتب حقك يوم ثاني على طول قالوا اجتمعوا معه وأرسلوا لي بعدين رسالة هي موجودة هنا واجتمعت. لكن صاحبنا اللي كان يرأس هذه اللي ما كان متجاوب معي في البداية تقريبا كأنه بدأها بأشياء ما أودي أني أتكلم فيها الآن لكنها نعم. فهذه تخص أشياء يعني لم تتقبلها أرامكو وهي موجهة أساسا لاستيراد العقل البشري لأفضل جامعة في العالم اللي هي هارفارد ميديكال سكول لإيجاد مستشفى ومراكز بحوث خصوصا تخص الأمراض الوراثية اللي عندنا في المنطقة ثم الانطلاق إلى بقية المملكة. شكرا. هذا شيء. ثانية أنا قمت أيضا هم مشروع مهم جدا وهذا عاد يخص الأستاذ علي النعيمي وعطيته اللي هو المشروع هذا مع بترو كندا عبارة عن جوينت فينشر مقابل أنهم أن أرامكو تسعى بهذه. على كل حال أرامكو أخذت في النهاية بعد 15 سنة جون هامكن زين أخذتها وأيضا هم الواقعة بالنسبة لبترو كندا هي أول شركة تقوم اللي هو الشسم الحجر الزيتي كانت التجارب ودي أن أرامكو تأخذ التجربة منها لم يحصل هذا الشيء. فهذا الاثنين بس أنت كان موقفك إيجابي. شكرا شكرا جزيلا يدل شكرا على صدق شكرا الحديث شكرا اللي تقول فيه. شكرا, شكرا وأرجو أن في الآتي أن لا أضطر للمقاطعة أن لا نطيل وأن نوجه أسئلة وليست مداخلات. الأخ الكريم الميكروفون بعيد ما شافك وقف ده. تفضل أسعد الله مساءكم جميعا. الأستاذ عبد الله وقف حتى نشوفك. الأستاذ علي الحرز أم الحمام. الأستاذ عبد الله جمعة قرأناك أو سمعنا عنك رياضيا وإداريا ناجحا أدرت دفت في أحلك الظروف إدارة أرامكو. سؤالي لم نقرأك ترجمتك إلى شو اسمه جلجامش يعني لم تتطرق لها وهي استمرت من 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 شو اسمه هذه من لبنان الى من لبنان الى بقيق الى الخبر بعد 40 سنه طلعت. سؤالي نحب ان تتطرق لها يعني اذا تريد ان يضيء على كتاب. نعم نعم. ترجمه جلجامش احسن. شكرا. تفضل الاخ اعطي الاخ ميكروفون اعرف باسمك وخليك واقف. السلام عليكم يعطيكم العافيه. حسن الشخص معك. سؤال استاذ عبد الله في ظل التحديات والصعوبات اللي مريتوا فيها بالسابق يعني من خلال تجربتكم ال 41 سنه تعتقد يعني فرص النجاح والتغلب للشباب بهذه الأوضاع الاقتصادية اللي نمر عليها في هذه الأيام هل هي تعتقد يعني شنو أفضل الطرق للتجاوز؟ والسؤال يعني هل تعتقد أن الصعوبات متشابهة أو أصعب علينا الآن يعني؟ شكرا. والأخ اللي أمامك الشماغ أحمر. السلام عليكم مساك الله بالخير. معك محمد طاهر المحفوظ. أبو منذر شرفتنا.
وعندي سؤال بسيط لك بس جاوبه إن شاء الله يكون بسيط. بالنسبة للقيادة اللي السؤال اللي اختلف عليه الكثير، هل هي مهارة مكتسبة أو موروثة؟ شكرا. شكرا. الأخ اللي خلفك أيضا. السلام عليكم، جعفر الجارودي، معكم فني استخراج عينات جوفية في شركة بيكر هيوز. سؤالي نفس سؤال الأخ عن التحديات اللي تواجهها المنطقة أو الشركات البترولية في الوقت هذا مع انخفاض سعر البترول ونزوله وارتفاعه من الحين والآخر. هل هي نفس الصعوبات اللي واجهتوها سنة 91؟ ومن كلمتك أن الأمريكان كانوا ينحاشوا يمشوا، الشركات الفترة هذه هي اللي تطرد الموظفين. صرنا مثل الأكاونت في جهاز الآيفون، لما تحذف واحد كلهم يتراقصوا. خلاص واضح. وكلنا واضح. كلنا قاعدين نتراقص. الأخوات، العفو، الأخوات اللي في القاعة الثانية، أحد عنده سؤال؟ نأخذ سؤالين ثم نبدأ نجاوب على الأسئلة. السلام عليكم. السلام عليكم نسيمة السادة، يعطيك العافية أستاذي. سؤالي هو تحديدا أرامكو لها تاريخ في المنطقة يعني واسع وعريق، وكان لها انعكاس يعني ليس فقط مادي على المجتمع، بل نقلت الثقافة الإدارية الالتزام. يعني موظفين أرامكو كان فيه لهم ستايل معين، لهم ثقافة في التعامل الإداري. في السنوات الأخيرة انحسرت هذه الثقافة، يعني أكاد أقول يعني الآن من الصعب أن أشوف أن موظف أرامكو يداوم من الصباح مثل ما كان يداوم أبوي وجدي ويطلع في نهاية الدوام. فماذا تعتقد السبب؟ شكرا نسيمة. في أحد ثاني جنبك؟ أرحب بالضيف الكريم وأمسي على الحضور جميعا. معكم عالية الفريد. طبعا تجربة أرامكو تجربة تعتبر تجربة متميزة، سواء في كفاءاتها وكوادرها وطاقاتها ومكانتها واستقلاليتها بالخصوص. حبيت جميل التجربة اللي استمع لها من الأستاذ الكريم، تجربة فعلا رائعة وجميلة، ولكن أنا بغيت رأي الأستاذ في حول الآن مع مجيء القيادة الجديدة للبلد وهي تحمل التطوير والتحديث للقطاع الإداري ككل، سواء في على مستوى القطاع الخدمي أو قطاع مؤسسات القطاع الخاص أو الحكومي أو العام بالمجمل. أريد أعرف إيش وجهة نظر أبو منذر حول فعلا إذا كان في تأهيل قيادي، للأسف كيف المؤهل القيادي أو اللي عنده روح قيادية وهو يطور فريق العمل ضمن مجاله ضمن موقعه سواء كان في شركة أو كان في مؤسسة، في ذات الوقت يصطدم بعوائق رئيسية يعني لا مفر أنه إحنا ناخذها بعين الاعتبار، كموضوع البيروقراطية المركزية، عدم الصلاحيات، الأنظمة القديمة، أمور كثيرة. شكرا. كيف يمكن تجاوز التحديات؟ شكرا. شكرا. أبو منذر الميكروفون معك. بالنسبة للتحديات اللي أخذها أنا سؤال واحد واحد، الصعوبات الاقتصادية يعني الحقيقة في دول مرت بأزمات اقتصادية أكبر بكثير من اللي نتعرض له إحنا اليوم، زين؟ يعني ما زالت المملكة كقوة اقتصادية قوية، وإذا في عندنا اليوم تحديات في الحقيقة المأمول من شبابنا إنهم يبحثون عن حلول. يعني إحنا ما لا يجب أن بس فقط نعتمد على القيادات اللي عنده رأي يرى أنه رأي سليم ويستطيع أن يحسن هذه الأوضاع،
فليتقدم بها. زين الآن في هناك صحافة وفي هناك تلفزيون وفي هناك وسائل كثيرة، بس اللي بخلص له إنه لسنا بدعا عن الدول، كل الدول تواجهها مشاكل كما إن إحنا كأشخاص تواجهنا الكثير مننا مشاكل ويجب أن نتغلب عليها. السؤال هل القيادة، هذا سؤال تقليدي، هل القيادة هي مكتسبة أو هي موهبة؟ والله كلاهما، أنا أعتقد أن هذه الاثنين، لكن أعتقد أن القدرة على القيادة الكثير منها يعني مكتسب، الكثير منها حسب تثقف الإنسان، حسب معرفته، حسب نهمه للمعرفة، حسب هذه ممكن أنه يطور مهارات القيادية. في جزء، ربما جزء صغير ممكن يكون هو الموهبة، لكنه كثير منها الحقيقة هي أمور مكتسبة. بالنسبة هل تحديات الشركات البترول الآن هي نفس الصعاب اللي واجهناها قبل؟ إحنا واجهنا في كشركة أزمة اقتصادية سنة 95، تذكروا كان وصل سعر البترول لين 10. زين يعني أنا دائما كان يقولون لي على أسعار البترول، فقلت لهم أنا في 13 سنة ونص أقود أرامكو شفت 8 دولار سعر البرميل، وشفت سعر البرميل 147 دولار. زين فيعني البون شاسع بين تحت وفوق، بس هذه اللي بالإنجليزي يسمونها this is the nature of the beast، هذه طبيعة الأشياء ويجب أن نحن نقبل بها. زين ونواجهها ونجد. الآن الدولة تحاول أن تجد حل لهذا المعضل، فإن شاء الله إنه يتوفقون. بالنسبة إذا سمعت الاسم الأخت نسيمة تتكلم عن أن السنوات الأخيرة الالتزام ليس هو الالتزام، أنا في ناس كثير يقولون أكثر من ذلك، يقولون أن الشركة عندما كانت شركة أمريكية كانت أفضل منه لما أصبحت شركة سعودية، أن الإدارة السعودية لم تستطع أن تحتفظ بما كانت تقوم به الإدارة الأمريكية. وأنا بس أحب أذكر أن شركة أرامكو الحالية هي 15 مرة أكبر من الشركة عندما كانت شركة أمريكية 100%. فهي ليست ذات الشركة، عندما نتحدث عن كانت شركة إنتاج فقط، إنما بقيادة شخصية فذة مثل علي النعيمي، زين وضع استراتيجية لنا، وأنا أقول إن أنا ال 14 سنة اللي جيتها أنفذ استراتيجية ورؤية وضعها علي النعيمي لنا أن ننطلق إلى العالم ونصبح كما وضعنا هدفنا، هو أن نصبح شركة طاقة عالمية متكاملة، وهذا اللي عملت عليه خلال قيادتي أنا للشركة. المشكل يا أختي يا نسيمة سجل اسم كان الأخ، المشكل إنه مو هو إنه داخل الشركة تغير، المجتمع تغير. المشكلتنا إنه المجتمع برا تغير، الفكر تغير. اللي كان الأول يجي، إحنا الشركة اللي توظفهم اليوم تعمل لهم بعض الأوقات غسيل مخ. الأول ما يحتاجون غسيل مخ، مخهم نظيف. زين فأبوك ويدك زين مخهم كان نظيف. اليوم في ناس كثير يجون في الشركة مخهم مو بنظيف، يحتاج إلى تنظيف. هذا المشكلة، المجتمع تغير مو الشركة تغيرت. آه
الأخت عالية تحدثت عن القيادة الجديدة والتأهيل والتأهيل القيادي. هذه مهمة الحقيقة، مهمة صعبة في المؤسسات الحكومية، ليس في المملكة فقط، البيروقراطية والجهاز الحكومي. يعني هناك بلدان فيها جهاز حكومي متعفن، زين؟ احنا جهازنا الحكومي قياسا ليس جيدا، قياسا على بلدان كثيرة جهازنا الحكومي ممتاز بصراحة، يعني في طاقات كبيرة، بس ما في شك انه يحتاج الى تنظيم، يحتاج الى، يعني ان شاء الله الان مع القيادة الجديدة اللي جاية تحاول تنفخ شوي، في طاقات موجودة، بس هالطاقات هذه يبيلها ان تحفز، يبيلها ان هي ان تعطى، اللي تكلمت عنه من شوي انا، ان تعطى فرصة ان تدلي برأيها وتتكلم وتحصل كمان الاشياء اللي تساعدها على تحقيق اهدافها. بس صدقوني الجهاز الحكومي في المملكة احنا ننتقده، لان احنا نحن من آل البيت، يعني احنا من داخليا ننتقده، لكن صدقوني انتم ما تتصوروا بلدان زي امريكا مثلا، ترى الجهاز الحكومي في امريكا، يعني انا بعطيكم مثل واحد، انتم روحوا اليوم اذا انت جاي من خارج المملكة، روح مطار الرياض وشوف المستوى التنظيمي الهائل اللي صار في مطار الرياض الآن عندما تأتي من خارج المملكة وتأتي إلى الجوازات، وهذا جاي في الدمام، الآن سيعمل في الدمام. أنا في واشنطن الأسبوع اللي فات ساعتين ونص نوقف في الصف لأنه ما في إلا اثنين يشتغلون، وأرقوا عشرة قاعدين على الجوالات حقهم. ترى بس لو تأخذون هذه الجزئية، زين، إحنا لسنا سيئين بالمرة، عندنا أشياء سيئة جدا، لكن عندنا بعد أشياء ممتازة، زين، لسنا بدعا، مرة ثانية لسنا بدعا في الدول، زين، وإذا اللي يجي الرياض الآن ويشوف كيف درجة التنظيم. إحنا كنا الأول نقول دبي، الآن هذه 100 مرة أحسن من مطار دبي. التنظيم في الجوازات هذا شيء حديث على فكرة، اللي ما راح، أنا أسافر الآن وأرجع من الرياض كثير، ونفس بس روحوا أمريكا وشوفوا شو المعضلة الكبيرة، وخصوصا واشنطن العاصمة، يعني ساعتين ونص وثلاث ساعات الناس توقف في الصف. عشان كده ترامب في مناظرته مع هيلاري كان يمدح مطارات الدوحة ودبي، فإحنا شوية راح ننافس. أخذنا من هذه الصفحة، راح نأخذ ونرجع بعد إذنكم، نأخذ من هنا الأخ الكريم، ثم أبو فهد جنبك، ثم الأخ اللي خلف أبو فهد. مساء الخير أستاذ عبد الله زكي أبو السعود. ذكرت في حديثك عن أنه في عهدك تم استحداث برنامج من السي بي سي إلى البنات، فسؤالي من فقرتين بهذا الخصوص، هل كان هذا البرنامج أو يعني الانفتاح على توظيف الفتاة السعودية جاء من توجيهات عليا؟ لأنه أنا أتذكر أنه أيضا في النصف الآخر من التسعينات بدأنا في البنك السعودي البريطاني عملية توظيف للنساء، فهل هذا متزامن؟ سؤالي. سؤال آخر، ما هي القيمة التي أضافتها الفتاة السعودية عندما عملت في أرامكو؟ وهل تعتقد أن تكرار تجربة عمل المرأة في أرامكو يجب أن يقتدى بها في الشركات الأخرى السعودية مثل سابك أو المؤسسات الحكومية الأخرى؟ وشكرا. السلام عليكم، صالح العمير. السؤال هنا يا أستاذ عبد الله، هل أنت مع اللي هو تحويل وظائف أرامكو إلى كونتراكت مثل ما حصل
أو أن يظلوا هم أرامكو بلوئي. هذه نقطة. النقطة الثانية، كم كان سعر الاستخراج البرميل لما كانت الدنيا كلها موظفين أرامكو ولما تحولت إلى كونتراكت؟ شكرا. السلام عليكم، معكم أمين اليعقوب. كنت مبتعث في اليابان لمدة 8 سنوات. كانت فترة لدراسة أساليب الإدارة، منها أساليب الإدارة اليابانية، وطبعا دائما تكون في مقارنة بين أساليب الإدارة اليابانية والأمريكية، فالواحد دائما يعني يتفكر يقول يعني ما في أساليب إدارة عربية. طبعا أرامكو شركة يعني الرائدة في الشرق الأوسط، ويمكن أكبر شركة عربية كل العرب يفتخرون فيها، وبالتالي يعني سؤال وين اللمسة العربية، الثقافة العربية على الإدارة، أسلوب الإدارة اللي يعني تطور في شركة أرامكو؟ شكرا. الأخ اللي جنبك تفضل. زكي أنا اللي أدير. محمد زكي الخباز، يعطيك العافية أبو منذر. سؤالين سريعين. السؤال الأول، ذكرت أن في عهدك بدأت أرامكو تفكر بالتحول لشركة طاقة عالمية. التحول الحقيقي وخصوصا الدخول في مجال الرينيوبلز ما شفنا لها إلا في هالفترة، ليش ما صار في ذاك الوقت؟ لو صار في ذاك الوقت كنا وصلنا إلى مراحل متقدمة حاليا. السؤال الثاني، وذكرت أنت تطرقت إليه في أكثر من مجال، بس ودي جاوبه في نقاط محددة. كيف تخلق حس المسؤولية عند الموظف الصغير قبل الكبير؟ يعني هذه واحدة من المشاكل اللي تعاني منها كل الشركات وكل القطاعات، أن الموظف ينتظر الحل يجي من الأعلى وهو ينفذ. الحل يجب أن، أو الموظف لازم يكون عنده حس المسؤولية. كيف تخلق؟ واضح زكي. الأخ علي البحراني، الأستاذ علي البحراني. يبدو أني من الشباب ورضى علينا ميرزا، مع أني أول واحد رافع يدي. تفضل. بمنذر شكرا جزيلا للمجيء. كتالوج الوصول إلى سدة قيادة أرامكو في 3 خطوات إذا تكرمت حق الطالب في السي بي سي، هذا واحد. 2، هل في وقتك الإجابة على أساس احنا بعد ناخذ الانطباع الايجابي وليس السلبي كما يشاع، في وقتك هل كانت في كوتا لابناء الشيعة في التوظيف؟ لا لا لحظة، مو اول واحد، انا اخذت من هذا القسم ثم من وراح ارجع لك وانت راح تكون اول واحد. باخذ سؤال واحد ثم حتى لا تطيل لهذا الاخ الكريم. معذرة لكل اللي عنده أسئلة، أعطونا فرصة راح نشرك الجميع في الأسئلة. بس فضل. السلام عليكم. أنا ودي حقيقة أشكر الأخ أبو مندر بالرسالة الأولى أنه ألقى المحاضرة واقفا، وهذه رسالة عظيمة، وهي استمرار أنه حقيقة من ضمن الأعمال اليومية إلى أبو مندر إلى الآن. العمل هو لم يتقاعد ليقعد حقيقة. أعرف أن أبو مندر يعمل، يقرأ ويكتب كذلك. السؤال لم تشر هنا الآن في خلال الندوة إلى الأزمة الاقتصادية، بس تكلمت عنها في ندوات أخرى، يعني ودي أشير أنها هل هي مفاجأة؟ قبل سنتين أبو منذر كنت بالرياض وذكرت أن الأمور الاقتصادية مستقرة في 2014، الآن هل هي مفاجأة؟ أوكي. وهل لو كان أبو منذر الآن في 2000 يرى أنه كان مفروض يتخذ إجراء معين؟ السؤال الثاني، تكلمت عن الحدث، وأنا أشير يعني إلى سؤال الأخ ظهر محمد كذلك. تتعامل أنت كثير الآن مع النمط الإداري حول العالم، لا زلت في مجالس الإدارات ومستشار، أي النمط اللي حقيقة رأيت أنه هو يعني تحببت أكثر؟ أوكي، كنقطة أولى، وترى أنه هو مناسب لبيئتنا. شكرا جزيلا. أبو منذر. شكرا.
أول سؤال كان من زكي صح؟ بالنسبة للمرأة لا ما كان في توجيهات عليا عشان توظيف المرأة في أرامكو. المرأة كانت تعمل في أرامكو كانت تعمل المرأة الأجنبية في أرامكو من بداية أرامكو، هذه واحدة. السعوديات بدأوا يجوا في أرامكو في الستينات، بدأوا يجوا بعضهم المستشفى بعضهم على بس كان عددهم قليل، وكانت الشركة تبعث يعني ترسل بنات، مثلا كم واحدة راحوا من المستشفى، شوي قليل كانوا في البيرسونيل أرسلوهم، بس ما كان في برنامج متكامل. كان عندنا إحنا برنامج السي بي سي للأولاد، نأخذ كان يجينا 7000 شخص من أوائل الطلبة في المملكة، وكنا نأخذ 350 منهم للأولاد. بعدين الحقيقة بدأنا وقلنا إحنا يجب أن نعطي فرصة للبنات بدون توجيه خارجي. زين بالمناسبة في سنة 83 مع بداية الضغوط اللي تعرضت لها الشركة، كان هناك من يقول من المسؤولين الباب اللي جيلك منه الريح سد واستريح، يعني فنشوا البنات. زين ولم تستجب الشركة، لما كان طلب رسمي بس كانت تلميحات انه يا جماعة او الحريم عندكم فيها مشاكل وفيها، ولم نستجب. احنا لما جينا قررنا نشغل نودي البنات على مستوى عالي، على مستوى يعني دراسة العليا بهذا العدد اللي هو حوالي 70 إلى 100، الحقيقة انا اجتمعت مع الاخوان في فريق الشركة وقلت لهم احنا البنات طاقات بشرية ممتازة، لكن انا ما ابغى تروح بنت وتجيني بشهادة من اعلى الجامعات في العالم ثم تأتي ولا تجد وظيفة مناسبة لها. فأرجو قبل أن نرسل البنات إلى برا، أبي كل واحد فيكم يروح ويقول لي وين أستطيع أن أضع بنت متعلمة في جامعة عالمية وأن تخدمني وبطاقتها أكثر من 100%. يعني مثلا إحنا نعرف انه انا ما يمكن اروح احط بنت في الشيبة، ولا يمكن، او انه في الفيلد في العالم كله اولاد وبنات مخلوطين مع بعض في الفيلد، في البحر، في البر، في احنا هنا ما نقدر نسويها. فقلنا خلينا نحدد بالضبط وين منيرة، وين فاطمة، وين زينب، وين فلانة بتروح. زين وحددت الوظائف اللي يروحون لها. كثير منهم كانوا في مراكز الأبحاث، يعني إحنا عندنا يعني ودينا بنات إلى جامعات، أعلى جامعات في الجيوفيزيكس وفي الكيميكال إنجينيرينج وفي البتروليوم إنجينيرينج، ما يروحون الفيلد. اليوم كل الفيلد انتقل، اليوم الفيلد انتقل إلى المكتب على الديسكتوب، ف في فرص ان هم يشتغلون في الديسكتوب. احنا بالمناسبه الشيف ريزرفوار انجينير في ارامكو سنه 80 كانت فتاه سعوديه، زين، نائلة الموصلي وراحت. فاللي بقول انا ما كان في توجيه، اولا جوابا على السؤال، والثاني انه احنا سويناها لانه احنا وجدنا فائده كبيره جدا. وبصراحه اقول لكم انتاجيه البنات، انتاجيتهم في الجامعه افضل وانتاجيتهم في العمل افضل. هذه لا يختلف عليها اثنين. هل المؤسسات الثانية مثل سابق والثانيين إن هم، أنا أعتقد لا نستطيع أن نعطل هذه الطاقة الهائلة اللي تستفيد منها بلدان كثيرة. زين المرأة ترى في العالم كله بعد مو للدرجة اللي أنتوا، يعني يمكن هم في على مستوى العمل، بس على مستوى القيادات إلى الآن ما أعطيت. ترى في هناك، ترى في البلدان، حتى البلدان المتقدمة، حتى في أمريكا، زين
لسه فيه يعني اللي يسمونها الميل شوفينزم زين، التحيز ضد المرأة موجود، بس أنا أعتقد أنه هذه طاقة هائلة، وحرام أن هي اليوم يقعدون في البيوت وإنتاجيتهم بالمرة أفضل من الأولاد. الأخ صالح سأل على تحويل الوظائف إلى كونتراكت، والحقيقة أنا ما أقدر الحين أتكلم عن الأوضاع الشركة، بس في وقتنا إحنا كانت فكرة التحويل إلى كونتراكت في الوظائف اللي إحنا ما كنا نستطيع نجيب فيها سعوديين مثلا، أو أنه الأفضل أن إحنا تكون، لأنها هذه وظائف غير دائمة، تكلفة البرميل ما بين أنك أنت عملتها كتكلفة سعودية أو غير سعودية الحقيقة ما تحضرني الآن زين، ما زلنا إحنا الآن يمكن تكلفة الإنتاج عندنا الأقل في العالم ما في شك فيها. هذا موضوع الحقيقة موضوع شائك، وموضوع بعض الأوقات القرارات يكون الواحد يتخذ قرار له وجهة نظر، يعني اللي سواه له وجهة نظر زين، لكن في وجهة نظر مختلفة، فما الحقيقة ما أقدر الحين في عجالة أقعد أبحث هذا الموضوع. بالنسبة هل هناك أساليب إدارية، إحنا طبعا إحنا في خلال إدارة، يعني هو الحقيقة مو خلال إدارتي، إحنا في سنة 1991 لما كنت مسؤول عن الأعمال الدولية ذهبنا إلى الصين أنا والأخ علي نعيمي وجلسنا مع الصينيين، إحنا ثقافتنا إنجليزية، درسنا بالإنجليزي، كبير المحامين حقنا كان أمريكي زين، وقعدنا مع اليابانيين ونحن نتكلم إنجليزي، وفوجئنا أن الصينيين يتكلمون بالصيني وهناك مترجم بالعربي، وربعنا احنا واجد من ربعنا ما كانوا يعرفون عربي، العرب ما يفكرون لأننا ما نفكر بالعربي زين، فكانوا يكلموننا بالعربي، المترجم حقهم بالعربي، واحنا والتيم حقنا نتلكلك بالعربي نفكر بالإنجليزي، وهذا المترجم لا يتكلم لغة مكسرة زين، رفيق تعال رفيق روح، لا يتكلمون، وإذا جاء من رئيس الدولة إلى أصغر موظف شفناه كان يتكلم العربية الفصيحة، هذول تعلموا في سوريا معظمهم وتعلموا في العراق زين. بعدين لما جيت أنا رجعنا من الصين أنا قلت حق الإخوان يجب أن إحنا الآن نرسل أولادنا إلى الصين، وبالفعل ودينا أولادنا إلى الصين، وديناهم إلى كوريا، وديناهم إلى اليابان يدرسوا في الجامعات هذه، لأن هذا هو عالمنا الجديد، أسواقنا الجديدة. والخيثم هنا ذاك اليوم طلبت منا أنا أقول كم واحد تخرج، بس بقول لكم حكاية صغيرة، لما زارنا هو جنتاو رئيس الصين السابق، احنا جاونا اثنين رؤساء الصين، جانا يانغ زيمين الأولي وجانا هو جنتاو وزارونا في أرامكو، وأنا كنت أستضيفهم، وجانا هو جنتاو وكان كل المترجمين في الديوان الملكي وفي عندنا في أرامكو كانوا يشرحون للرئيس الصيني باللغة الصينية سعوديين، فقال لي كلمة والله لن أنساها، قال لي لو لم أرى أن الذي أمامي سعودي لظننت أنه لو يتكلم خلفي كنت ظنيت أنه صيني، فقال لي أنتم شركة لكم رؤية بعيدة، فقلت له يا فخامة الرئيس تعلمنا هذا منكم زين، والآن مجموعة كبيرة، أنت طبعا ما أعرف أنت رحت على أرامكو أو غير أرامكو، بس لا إحنا منذ ذلك الوقت أرسلنا شبابنا إلى الصين واليابان وكوريا لأن هذه أسواقنا الجديدة. هل هناك أساليب عربية؟ إحنا ما في شك، أنا أقول إحنا ورثنا الفكر أساسا الفكر الغربي، لكن اكتشفنا إنه طريقة العمل وطريقة التواصل مع الآخر
في مع الغرب تختلف تماما عن الشرق. وأنا دائما أنا أتكلم في جامعات أمريكية وجامعات شرقية وغربية، والإخوة يرون أن كلامي إلى أمريكا يختلف تماما عن كلامي إلى الصين. الصينيين واليابانيين والكوريين فيهم عاطفة، زين، لا تحدثهم أنا والله عندي معامل وعندي. الأمريكان يبغونك ستريت فورورد كذا قدامك، إيش تعطيني وإيش أعطيك. الصينيين واليابانيين والكوريين والشرقيين عامة أنت تتكلم معاهم بلغة مختلفة تماما، زين، أنت تلامسهم بقفاز من الحرير، زين، لا تجرح مشاعرهم. مجلس الإدارة في الشركة الكورية وما زالت الشركة تملك فيها، كنا نحضر مجالس الإدارات، ترى هذه بس واجهة، كل شيء يدار برا، لأنك أنت لا تستطيع أن تتحدث مثل ما نتحدث إحنا في مجالس الإدارات ونخانق بعض، ما في خناق عندهم هناك، زين. فعندهم أسلوب جيد، أنا ما أشوف أنه في شيء أسلوب عربي أو أسلوب إدارة عربي أو أجنبي أو شيء. إذا استطعنا إحنا أن إحنا نفهم نبض الآخر، نبض الصيني ونبض الأمريكي، ونفهم شلون تفكيرهم، وتفكيرهم هذا مو جاي بس لأنه من التفكير الإداري، تفكيرهم من دينهم وثقافتهم وقصصهم وأدبهم وتاريخهم. وهذا اللي أنا أحث الشباب عليه، إنه تعلموا. يعني أنا بقول لك إحنا فاوضنا الصيني اليابانيين، قعدنا نفاوض اليابانيين، واليابانيين وجوه مسطحة، ما يعرف الواحد شيء. بس صدقوني أنا لسبب أو لآخر قبل ما أروح إلى اليابان ب 15 سنة اهتميت بكاتب ياباني وقرأت كل أعماله. لما تروح أنت وتكلمهم تقول لهم، أنا أقول لهم والله أنا قرأت يوكيو ميشيما وقصة الفلانية وقصة الفلانية، صدقني أنه تفتح لك الأبواب. كيف اهتميت بثقافتنا؟ كيف اهتميت بأدبنا؟ كيف اهتميت بحياتنا؟ زين، تفتح لك الأبواب. فما في أسلوب، الأسلوب أن تعرف أين تؤكل الكتف عند كل بلد، وهذه تحتاج إلى الثقافة الحقيقة. بالنسبة لمحمد خباز سأل على موضوع الرينيوبلز، وإن إحنا طبعاً الاستراتيجية حقتنا في 2002 أحد الأسس حقتها كانت هي موضوع أن نستعمل المرافق الزيت والغاز للشركة، زين، لتنمية الاقتصاد المحلي. ولذلك دخلنا طورنا مصفات رابغ إلى بتروكيميكال كومبلكس، سوينا المصافي في الشرق والغرب مع توتال، وهذه فاوضنا فيها من الأيام اللي كنت فيها أنا بالشركة، وقعت اتفاقياتها. بدأنا مفاوضات عسيرة جدا مع داو كيميكلز، زين، اجتماعات على مستوى العالم اجتمعنا. أنا عقدت اجتماع مع رئيس داو حوالي 8 أو 9 ساعات في البحرين، شد عضلات، واجتمعنا في أماكن كثيرة من العالم. كل هذا حتى إحنا نخلق إن إحنا ندخل في البتروكيميكال كومبلكس. الفرق بيننا مثلاً وبين أرجو إنه ما هذا ليس نقداً لسابق، لكن إحنا لما سوينا البتروكيماويات سوينا مع كل مشروع بتروكيميائي منطقة صناعية، حتى إنه المنتج يكون في منتجات ثانوية وسمونها سكندري أند تيرشري، زين. فسويناها. بالنسبة للرينيوبلز، الحقيقة مشكلة الرينيوبلز
إن الناس لما تتكلم على الرينيوبلز أو الطاقة البديلة ترى الناس تتكلم على شيء مختلف. الطاقة البديلة هي عبارة عن عدة أشياء، وهي تمثل من مجموع الطاقة في العالم تقريبا 10%. هي معظمها هيدروليك اللي هي الكهرباء بالشلالات، زين، وعندك البايوماس اللي هي الحطب وخلافه، وعندك حوالي 5% أو 6% طاقة نووية، زين، وبقى عندك بعدين شيء صغير يمثل أقل من 2%، هو اللي هو السولر والويند. الويند أكثر من السولر بالمناسبة. فالسولر الحديث عن الطاقة الشمسية ترى حديث مبالغ فيه كثير، والطاقة الشمسية ما زالت في بدايتها. مو إنه مش مهمة، بس اللي بقول من كمية البراميل أو كمية ما يعادل، أنت عندك ثلاثة مصادر طاقة، عندك فحم وعندك غاز وعندك بترول. البترول مسيطر على النقل البري والجوي والبحري، الفحم مسيطر على الكهرباء، زين، والغاز خليط، زين. من كل هذا ترى أقل من 1% من كمية الطاقة هي الطاقة الشمسية. فلا نأخذ الكلام الرينيوبلز إن إحنا يعني تأخرنا فيها، بالعكس ما تأخرنا فيها. الآن زين التكنولوجي لسه الآن تتطور، ما وصلت التكنولوجي إلى ما يجب أن تكون عليه. وإحنا نقول حق الناس الأول أكبر احتياطي بترول موجود عندنا بالسعودية، وأكبر احتياطي أشعة شمس ترى عندنا هم بالسعودية، زين، بس يبيلنا وقت. فرينيوبلز، انتبهوا من كلمة رينيوبلز، من الطاقة البديلة. الطاقة البديلة تتحدث عن الخشب، زين، والله يعزكم روث الأبقار في الهند، زين، هذا كبير جدا، زين، والأخشاب والطاقة النووية والهيدروليك، وبقى شوي اللي هو الرينيوبلز. والناس تفتكر ان الرينيوبلز هو بس السولر. يعني لو بدأنا من زمان، أنا في تصوري ما تأخرنا. أنا أعتقد إحنا سوينا أشياء كثيرة للاقتصاد المحلي، زين، لمواجهة الأزمة اللي الآن إحنا نواجهها. يعني عندنا الآن تو بتروكيمايكال كومبلكسز كبيرة، زين، في الشرق والغرب. فالحمد لله. كيف نخلق حس المسؤولية عند الموظف الصغير والكبير؟ الحقيقة هذا موضوع مهم جدا. إذا استطعنا أن نقول للموظف أنك أنت ما يسمى ستيك هولدر، أنت يعني أنت مو بس جاي أجير، يعني مو هذا مثل البحاحير من الأول والغواصين من الأول، زين، نأخذه يقعد فوق وهذول مساكين الأجراء، زين، لا، هذا لا يجب أن نشعر بأنه له مصلحة في نجاح المؤسسة. هذه يبيلها عاد أجين يبقى لها اللي نتكلم عليه اليوم، إحنا المهارات الناعمة، كيف تتحدث مع الناس، كيف تقنعهم، كيف تعطيهم أهمية. الناس يقول لك الموظف الصغير هذا ما عنده سالفة، زين. أجين عبد الله بن المقفع يقول إن الفكرة إذا جات من موظف من واحد، يعني الفكرة إنه يقول لأن أبوي لأن غواص أنا أحب هذه، يقول فالدرة الكبيرة لا تهان لهوان الغواص الذي أتى بها من قاع البحر، زين. يعني فمن الممكن أنه هالموظف هذا اللي أنت مو هم عبره، زين، اللي ما عنده سالفة تفتكر، ممكن هو يعني يعطي لك أفكار لو أنه يشعر أن نجاح الشركة نجاح له. فتحتاج إلى كوميونيكيشن، تحتاج إلى المهارات الناعمة اللي تكلمت عنها الليلة.
كتالوج الوصول إلى رئاسة أرامكو من السي بي سي في 3 خطوات. أنا سألني السؤال قريب من هذا السؤال. كنت في حفل تقاعدي في الرياض وجاني شاب وقال لي أنا التوني ملتحق بالشركة، فأرجوك أعطيني نصيحة للنجاح في الشركة. فقلت له أنا أنصحك من تجربتي أنه أنت السلة، الشركة سلم، أنت الآن بادي في الدرجة الأولى، يجب يكون عندك طموح وطموح قوي، لكن المشكلة التوازن بين الطموح والقدرة. فقلت أنت تستطيع أن تركب السلم هذا درجة درجة، زين؟ في ناس درجة درجة لأنه خايف يطيح، وفي ناس لا، عندهم القدرة الداخلية أنه هو ممكن يأخذ درجة أو درجتين، زين؟ لكن لا يكون الطموح حقك لدرجة أنك أنت تبي تقفز 10 درجات وطب ينكسر رأسك، زين؟ فال يعني العملية عند الشخص، يعني عنده يكون في نوع من التوازن، أنه أنا إذا جيت وأنت سويت شغلك ترى الناس تلاحظ. وأنا بعطيكم، أنا وريت الأخ هيثم رسالة شفتها بعد ما تقاعدت، أنا ما شفتها قبل ما أتقاعد، بس الأخوان أعطوني ملفي في الشركة بعد يوم صورة من الأشياء الزينة، الأشياء اللي مو زينة خلوها بس أعطوني، وجدت رسالة. أنا كنت لسه ما صار لي إلا 2 سنين في أرامكو، وجدت رسالة كتبها مدير عام العلاقات الحكومية وراسلها إلى رئيس الشركة، ويكاتب فيها احنا الان نلاحظ انا وفلان مدير الادارة شاب داخل عندنا اسمه عبد الله جمعة، وضعناه على في اعطيناه مهمات كان يقوم بها امريكان، وجدنا انه عملها افضل مما كان يعملها الامريكان اللي كانوا قبله. هي مو لانه انا يتكلمون عني انا، انما هناك واحد شاف شيء فيه رجع، وشاف انه مجتهد بالفعل. انا كنت اشتغل ساعات طويلة ومجتهد في عملي، وارسل لرئيس الشركة انذاك، انا ما كان كنت جريد 12 ذيك الايام، او ايه جريد 12 الظاهر، تعرفون انتوا على جريد 12 جماعة ارامكو. فاذا الواحد سوى شغل زين ترى بيلاحظون الناس، وإن شاء الله يصل إلى النجاح. السؤال، هل هناك كوتا لدى أرامكو للشيعة للتوظيف؟ حقيقة كان بعد هناك أسئلة، هل هناك كوتا لموظفين أرامكو، لعيال أرامكو أنهم في التوظيف؟ ما كان في كوتا، وأنا يعني هناك أشياء كثير، أنا سمعت طبعا هذا الكلام كثير، وربما هنا عدد من الإخوان الإخوة الشيعة من وجهة نظري أنا أنهم يعاملون معاملة الآخرين كما أن أبنائي يعاملون معاملة أي موظف ثاني، فليس هناك شيء اسمه كوتا. وأحب أن يعني أنا سمعت كلام يقول أن هناك توجيه بأن تكون هناك كوتا أو لا يكون هناك توظيف، هذا الكلام عاري عن الصحة تماما، أؤكد لكم هذا عاري عن الصحة تماما. وأنا شوي الكلام الطائفي شوي يحكني في جسمي، زين، لأنه ما أعتقد أنه أنا لا أرى أن هناك فرق بين الناس. الناس في المحصلة الأخيرة احنا كلنا مواطنين وكلنا أبناء وطن واحد. والمؤسف اليوم الحديث هناك هل هذا كذا أو هذا كذا، احنا قعدنا في المدارس معنا ناس والله لا نعرف ما هو مذهبهم ومن أين جاءوا، وهم أصدقاؤنا وربما إلى اليوم لا نعرف هل هم في كذا أو كذا، ولا يهمنا أن نعرف ذلك. وصدقوني
أنني أن يعني اليوم تسمع في التويتر وفي هالكلام هذا، أنا محرم على أولادي الحديث عن هذا الموضوع، زين، وربما أعز أصدقاء وصديقات أولادي وبناتي هم من الشيعة، لأنه الشيعة كانوا من أعز أصدقاء والدي أنا، وأصدقائي الشيعة لا يعدون. فأرجو أن هذا الموضوع أن لا يكون يعني أنا ما تكلمت، السؤال كان لم تتكلم عن الأزمة الاقتصادية، هل هي مفاجئة، هل كان يجب أن نعمل شيء؟ والله شوف، يعني الأمريكان هل كانوا خططوا للأزمة اللي جات سنة 2008؟ يعني احنا يقولون يؤمنين بالأمريكان وقدراتهم الاقتصادية إيمان الهندوس بالبقر ما يقولون، بس الأمريكان فوجئوا، زين، ما هذول أباء الاقتصاد وهذول أباء البنوك وهذول، وفجأة وجدوا أنه ذابت بنوكهم. المفاجآت تأتي. هل كان يجب أن نعمل شيء؟ نعم، كان يجب أن ننوع مصادر الدخل من زمان، وهذا حديث كان يدور في جميع الخطط الخمسية بالمناسبة، زين، جميع الخطط الخمسية كانت تتحدث، لكن ما عملنا. احنا عملنا، يعني احنا جزء منها عملنا اللي تحدث عنه انا فيما يتعلق بالدخول في مجال البتروكيماويات والمصافي وكل شيء، لكن ما زال هناك عمل كبير يجب ان يكون للعمل. اي نمط اداري مناسب؟ ربما انا تحدثت عنه في الجواب الى الاخ. اخر خمس دقائق، اخر خمس دقائق. أنا الاخ الكريم وعدته، والاخ الكريم يعطيكم الف عافيه. اولا اشكر منتدى الثلاثاء، وهذا هو المأمول بما قلته سعادتك، ان هذا المنتدى ليس يمثل القطيف حسب بل يمثل الوطن. عرف نفسك. احمد منصور الخرمدي، كاتب بسيط. أنا وعود بالله من كلمة، أنا وقفت لا أحمل هم شبابي، أنا عمري 60 سنة، ولكن أحمل هم الشباب. هناك من الشباب الطموح، هناك من الشباب الذي يحمل الخبرة في مجال عمله وفي مجال الإدارة. أرامكو السعودية، ووفقت أن أعمل فيها لمدة 10 سنوات متعاقد كونتراكت بعد خدمة طويلة في القوات الجوية. أتيت الافيشن، إدارة الطيران، بخبرة ما يقل عن 30 سنة، واخذت نصيبي في ذلك. لهذا أحمل هذا الهم الشبابي اليوم الذي يعاني معظمه جالسا في بيته، سواء من الشباب أو الشابات، ومنهم من يحمل الخبرة والإدارة، ولكن للأسف لم تتح له الفرصة. سؤالي، ما لا شك فيه يا سعادة، إنك كنت كبير الإداريين في الشركة، وأنا أعتقد إن ما زالت لك لمسات وسوف تكون لك لمسات في المستقبل. أريد فقط كلمة اطمئنان لهؤلاء الشباب والشابات، وشكرا. أحسنت، شكرا. الأستاذ المهندس نبيه الإبراهيم، وهو أكثر الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. سأختصر سريعا. نبيه الإبراهيم موظف متقاعد حديثا من أرامكو من إدارة المشاريع. أبو منذر، ختمت حياتك المهنية بمشروع تشرفنا بالمشاركة فيه ضمن الفريق العامل، ومعنا أيضا المهندس فؤاد والأستاذ هيثم، مشروع مركز الملك عبد العزيز الثقافي. وفي الواقع يعني
السنوات اللي عشنا في هذا المشروع بقيت بصماتها في نفوسنا. اشتغلنا قبلها في مشاريع، صار بمنظر موجود، نائب رئيس الشركة لإدارة المشاريع موجود هنا أيضا، واشتغلنا في مشاريع أخرى. هذا المشروع مشروع متميز، ونعرف جيدا أنه من بنات أفكارك، ويعني أردت فيها أن تكرس ثقافة معينة وروح معينة ورسالة معينة. سؤالي المباشر، والآن إن شاء الله هذا المركز تم اكتماله وإن شاء الله ننتظر افتتاحه في أي لحظة، هل ما زالت روح عبد الله صالح جمعة؟ هل ما زالت الرسالة التي يريدها عبد الله صالح جمعة من هذا المركز مستمرة؟ وهل ستستمر؟ أحسن، شكرا جزيلا. الحقيقة هذا السؤال أنا كنت أريد أسأله في النهاية، فسبقني المهندس الأستاذ نبيه فيه، فلذلك راح أجيب سؤال بديل إليه. الأخوات، هل لديكن آخر سؤال؟ السلام عليكم. الأستاذ عبد الله الجمعة، شكرا على المحاضرة الثرية، معكم رجاء أبو علي. سؤالي، تحدث أستاذ عبد الله عن مهارات القيادة ودور المدراء في استنهاض يعني مهارات وأفكار الشباب والطاقات الشابة. أنا سؤالي عكسي نوعا ما. إذا كان لدينا يعني ربما مؤخرا نلاحظ أن هناك طاقات شابة كثيرة وتمتلك المهارات القيادية والأفكار إلى آخره، ولكن المشكلة التي يعاني منها هؤلاء الشباب عندما يكون المدير هو يعني اللي من الأولد سيستم، وصعب أن أنت يعني الشاب عنده طاقات وإمكانات ما قادر يحققها ومحدودة، فيعني ما الحل؟ شكرا، وضح السؤال. آخر سؤال، لدينا مداخلة أخرى إذا ممكن. خلاص، كافي. السلام عليكم. غلبة الروم. سارة الجشي، أبغى أسأل الأستاذ عبد الله جمعة، المفروض الحين في قرار على بيع جزء من أرامكو، كيف هذا راح يأثر في دعم الاقتصاد السعودي؟ الجزء الثاني، أبغى أسأل إحنا كإنتربرنورز، هل في أي تخوف بالنسبة لنا في المرحلة القادمة؟ كيف نظرتك إلينا؟ شكرا جزيلا. شكرا الأخ، وخلاص تفضل. السلام عليكم. يحيى موسى، كما تفضل الأستاذ عبد الله، التركيز على الشباب هم الأهم في الوقت الحاضر والماضي طبعا، لكن السؤال حاليا هو سؤال واستعجاب صراحة. يعني المنطقة أو المملكة العربية السعودية بحاجة شديدة إلى تطوير المنهج التعليمي وهو الثقافي. هل أرامكو في عهد رئاسة الأستاذ عبد الله شاركت أو ستساهم ثقافيا لتطوير المنهج التعليمي للمملكة؟ شكرا جزيلا لأبو منذر، وأرجو أن تضيء على تجربتك كملهم لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، والآن كيف تراه حسب الأخ الأستاذ نبيه. يمكن بجيب الأخ أحمد منصور، الكلام اللي قلته اللي كله أنا اليوم المحاضرة هو جواب على سؤالك، زين؟ فأرجو أنه الشباب يعني هذه تجربة إنسان، زين، وأرجو أن يستفيدوا منها، فهذا الجواب على سؤالك. بالنسبة للأخ نبيل عن المركز هذا يمكن يبغى له حديث. نبيه، آسف. المركز هذا طبعا قصته طويلة، لكن خلاصة إنه المركز أساسا بدأ في حديث كان يتم بيني وبين الأخ فؤاد الذرمان. وين فؤاد؟ كنا لما نركب الطيارة ونسافر في رحلات طويلة نشيل معانا مجموعة كتب، شنط كتب نقرأ شعر معظمها، فكنا نتحدث ونقول الناس إش قد فاقدين أشياء ما يحسون بها بأنهم عندما لا يقرؤون، فكنا نتحدث عن أهمية القراءة. وفي نفس الوقت في ذاك الوقت بعد إحنا بدأنا شوية، الشركة صار لها كان لها باع طويل من سنين طويلة في موضوع
الكوربوريت سوشيال ريسبونسبيليتي، المسؤوليه الاجتماعيه، وبدانا شويه برامج في المسؤوليه الاجتماعيه. ربما حدثنا شيء قديم وبداناه زين، طلعنا رحنا نظفنا الكورنيش، زيارات للمستشفيات، الشنطة المدرسية، بدأنا أشياء يعني صغيرة لكن كنا نبغى أن احنا نكبرها. ففي الحديث اللي كان يتم بيني وبين الأخ فؤاد، الأخ عصام توفيق، الأخ هيثم جهيران، كنا نتكلم دائما عن أهمية القراءة. فكانت الفكرة أن احنا نبغى ننشئ، هل ننشئ مكتبة؟ والحقيقة أثار انتباهي مرة مقالة كنت أنا أخذ صباح أقرأ جريدة اليوم، وجت مقالة حق جعفر عباس. وجعفر عباس السوداني كان يكتب في جريدة اليوم وكاتب مقالة قال أنا ما حسيت بأني إنسان إلا لما جيت أرامكو، لأنه أنا لما جيت من السودان ونزلت المطار جاني أحد ينتظرني، وبحياتي ما حد انتظرني في مطار. زين؟ بعدين قال إنه مكتبة أرامكو الصغيرة أثرت معرفته، فكنا رايحين رأس النورة أنا والأخ فؤاد والأخ عبد الله السيف الله يذكره بالخير، الله يسلم ويعطيك الصحة والعافية، فكنت أقول لهم أنا هذه المقالة، وقعدنا بعد نتكلم على أهمية القراءة وأهمية أن يكون هناك مكتبة. جاتنا فرصة 75 سنة. الحقيقة في ذلك الوقت كانت المنطقة تمور بثقافة الموت، يعني هناك ثقافة اسمها ثقافة الموت، نسمعها في معظم المساجد، نسمعها في المنتديات، نسمعها بالتلفزيون. زين، هناك ثقافة تمجد الموت زين ولا تمجد الحياة، الله أعطانا الحياة حتى ننعم بها، وتمجد الحزن ولا تمجد الفرح. زين، فأردنا أن قلنا جاتنا فرصة 75 سنة، فقلنا يجب أن إحنا نضع شيء نهديه للمنطقة. فاقترحنا أن نقوم بعمل مركز ثقافي، وسعنا المفهوم من مكتبة إلى مركز ثقافي، وقلنا أنه إحنا ربما ما في أشياء كثيرة ما نقدر نسويها، ولا بعد 5 سنين ولا بعد 10 سنين ولا بعد ربما 15 سنة، بس خلينا نكون على استعداد إنه لما الوضع يكون جاهز نكون جاهزين. عشان كذا لأن في أشياء كثيرة في المركز، مركز هائل حقيقة. شكرا على الإخوان فؤاد والفريق حقه، عملوا مركز هائل يعني للتعليم. وجهة نظرنا إيش؟ وجهة نظرنا إنه اللي سيتعلمون من هذا المركز هم الذين سيخدمون المملكة وسيخدمون الشركة، فإحنا الآن من الآن ننمي فيهم المهارات الناعمة اللي تحدثت عنها من الطفولة. زين، وأن يكون هناك ثقافة المعاش أمام ثقافة المعاد. زين، فهل المركز حقق؟ المركز طبعا المذهل فيه، الحقيقة أنا أهني الشباب كلهم، المذهل أنه اليوم مسابقة أنا أقرأ قامت قبل لا يفتتح المركز، وأنا أقرأ اليوم مجموعة كبيرة من الشباب والشابات في المملكة الآن بدأوا يهتمون بموضوع القراءة. 18,000 شخص مشارك، فيعني أنا أعتقد هذا نجاح باهر، والآن المركز ما انفتح. فالحقيقة استطعنا، أنا دائما كنت أقول للأخ فهد إحنا نريد أن نحقن جرثومة القراءة في الشباب والشابات. زين، ونعتقد أن إحنا لحد ما الآن نجحنا، أنا أعتقد النجاح اللي تحقق الآن. وبالمناسبة ربما إحنا أثرينا، بدأوا الناس يقلدونا في المملكة، وهذا شيء جميل جدا. يعني بدأوا الآن في المملكة يقلدوا ما يدور في داخل أرامكو. فالحقيقة الجرثومة الآن انتقلت من عندنا إلى المجتمع كله. فأنا أعتقد إنه المركز هذا بيكون له حقق كثير 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 أكثر من أحلامي، صدقوني. والآن ما افتتحوا.
الأخت أبو علي يعني مشكلة إذا المدير من الأولد سيستم زين. أنا أرجو أن المدير اللي من الأولد سيستم والموجود هني اليوم معانا إذا في منها النماذج فإنهم ربما يعني يغيروا رأيهم، بس هذا موضوع الحقيقة موجود. يعني إحنا اشتغلنا مع رؤساء علل زين، واشتغلنا مع رؤساء جيدين، إن شاء الله إنه تجدين الرئيس الجيد. سارة الجشي سألتني سؤال عن هل سيدعم بيع جزء من أرامكو. الحقيقة أنا هذا موضوع أنا لست في أرامكو ولا أدري. طبعا أنا متأكد أنه الدولة عندما تعلن شيء فيجب فلا بد أنها درسته وعرفت تأثيره الإيجابي على المجتمع، وحتى نرى يعني ماذا يحدث وكيف سيحدث، لأنه في أشياء كثيرة الحقيقة يبغى لها دراسة. فالآن عندما تدرس إن شاء الله ذاك الوقت الواحد ممكن أنه يبدي رأي، بس ما في شك أن احنا نأمل في شيء جيد يكون في الاقتصاد. بالنسبة للإنتربرنورز والخوف من الأزمة الاقتصادية، الأنجح الانتربرنورز ينجحون في استغلال الوضع الاقتصادي السيء حتى يخرجوا بشيء جديد. فيعني أرجو أن الانتربرنورز يصير قلبهم قوي زين، ويستغلوا هذه الفرصة زين، لأن مصائب قوم عند قوم فوائد زين. موضوع هل نحن بحاجة إلى تطوير المنهج التعليمي؟ الجواب نعم 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 زين. تسلم تسلم. فيعني ما في شك أنا كنت حاضر ندوة في البنك الدولي في ندوتين، واحدة في ليما في الأمريكا الجنوبية في البيرو، وواحدة من أسبوعين في واشنطن. والحديث ليس عن التعليم العالي، ليس عن التعليم المتوسط، الحديث التركيز الآن، التركيز الدول في الفيسكال بوليسي حقتها، سياسة السياسة المالية حقتها، أين نركز طاقات البلد؟ يركزونها على الحضانة، الحضانة لأن هي هنا الأساس. طبعا نحن نحتاج إلى ذلك. شكرا 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 جزيلا. انتهت الندوة، آسف للإطالة، حقيقة كانت متدفقة. العادة أنا أقاطع كثيرا المتحدث، ولكني وجدت نفسي مشلولا أمام هذا البحر المتدفق من الفكر، من التجربة، من العطاء. فالحقيقة كان مقررا لهذه الندوة أن تستمر ساعة ونصف إلى ساعتين، امتدت ساعتين ونصف. شكرا لصبركم. بقي هدية مقدمة من دار أطياف مما يحبه أبو منذر، وهي مجموعة من الكتب والمؤلفات مقدمة إلى الأستاذ عبد الله صالح جمعة، يقدمها الأخ عباس الشبركة. كما يقدم راعي منتدى الثلاثاء الأستاذ جعفر الشايب درعا تكريميا للأستاذ عبد الله صالح جمعة. شكرا شكرا لسعادة الأستاذ عبد الله صالح جمعة على كريم إفاضته، وشكرا لكم جميعا على هذا الحضور الغامر، ونلتقي في أمسية أخرى ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.